بسم الله الرحمن الرحيم. زيارة مهمة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى القاهرة، لقاء مطول مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بحضور سيد سامح شكر وزير الخارجية، سيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، أيضا وفد كبير مع وزير الخارجية الأمريكي بيضم السفير الأمريكي طبعا، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، سكرتير أو نائب سكرتير رئيس الأركان الأمريكي، وأيضا أحد مسؤولي مجلس الأمن القومي الأمريكي. يعني وزير الخارجية الأمريكي معاه مسؤولة أو مسؤول الشؤون السياسية في الخارجية، معاه طبعا السفير الأمريكي، ومعاه مسؤول أيضا في رئاسة الأركان الأمريكية، ومعاه مسؤول في مجلس الأمن القومي الأمريكي مع وزير الخارجية الأمريكي في اللقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا اللقاء شهد 5 ملفات أساسية دارت في هذا اللقاء. الملف الأول بطبيعة الحال ما قامت به مصر في وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. الملف الثاني خاص بليبيا ودور مصر واللي يتم في ليبيا والتنسيق بين مصر وأمريكا في هذا الشأن. الملف الثالث ملف الإرهاب والإشادة بدور مصر، كما ذكر وزير الخارجية الأمريكي الإشادة بدور مصر في مواجهة الإرهاب والشراكة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. الملف الرابع يتعلق بسد الإثيوبي، ومصر طرحت كالعادة هذه القضية وموقف مصر من هذه القضية والحفاظ على الحقوق التاريخية كما ذكر الرئيس، ويذكر دائما هذا الأمر للوصول إلى اتفاق قانوني وملزم ويحقق المصالح لكل الدول. الوزير الخارجية الأمريكي بلينكين اتكلم على أنه هيكون في يعني التزام أمريكي ببذل جهد كبير للوصول لاتفاق لحفظ الحقوق المائية لكل الأطراف أو والتنمية لكل الأطراف. الملف الأخير أو الملف الخامس العلاقات بين البلدين، وطبعا الإشادة ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الأمريكي، التنسيق بين البلدين وأيضا الجهود التي تقوم بها مصر. في جزء أيضا موجود وتم بحثه في مكالمة الرئيس جو بايدن مع الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الاثنين اللي فات، الخاص بحقوق الإنسان. تم أيضا طرح هذا الأمر النهاردة خلال هذا الاجتماع، وده من الملفات اللي هي زي ما بقول لحضراتكم دائما الأمريكان بيتكلموا في هذا الموضوع، ولكن هو كان آخر ملف بيتكلموا فيه. حتى النهاردة في العاصمة الأردنية عمان عمل مؤتمر صحفي وزير الخارجية الأمريكي وسألوه مرتين عن مصر في هذا السياق، طبعا إشادة. وعايز أقول لكم وهو في عمان اللي قاله في عمان بيقولوه في مصر، قالوا في إسرائيل، قالوا في رام الله، قالوا قبل ما يجي، قالوا في أمريكا، اللي هو الدور المصري. وبيتكلم بلينكين على مصر، قال بالظبط كده، لدينا في مصر شريك مؤثر في التعامل مع الأحداث ونعمل سويا بشكل إيجابي. وقال كده أنه الإسرائيليين والفلسطينيين لابد أن يعيشوا في أمان واستقرار وحرية، وأنه دور مصر هو الدور المحوري لتنفيذ هذه الأمور. يعني هو بيقول أنه مصر هي الدولة اللي هتؤدي دورها الكبير، سيؤدي إلى أمن واستقرار للفلسطينيين والإسرائيل على حد سواء، يعني مش هو في أي مشاكل أخرى. أصدق هو بيتكلم على مصر أنه هيكون هذا هو الدور المصري، وده دور مصر المحوري لتنفيذ هذه الأمور اللي وصفها. أنه بيقول أنه نعتقد أن كل من الفلسطينيين والإسرائيليين يعيشون في أمان واستقرار وحرية وكرامة، ودور مصر محوري في تنفيذ هذه الأمور. ده وزير خارجية الأمريكي اللي بيتكلم على مصر، واللي بيتكلم على دور مصر هيكون إيه. اتكلم أيضا على المحادثات اللي جرت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبشكل واضح انه قال ان احنا اشتغل يعني عملنا مع القاهرة بشكل مكثف، وبناء على الدور اللي قامت به مصر ودعم من الولايات المتحدة الأمريكية توصلنا الى وقف التصعيد، وان احنا دلوقتي بنبني على ما تم من وقف الحرب خلال فجر الجمعة الماضية. وقال عايزين دلوقتي الأولوية اللي احنا بنشتغل فيها مع مصر بشكل واضح، ودور مصر مهم في هذا الأمر، انه إيصال المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار للفلسطينيين في قطاع غزة. وبالمناسبة أشاد في عمان النهاردة في المؤتمر الصحفي أيضا بالدعم المصري، وقال انه مصر قدمت دعما كبيرا ودعما سخيا، 500 مليون دولار
لإعادة الإعمار في غزة، وقال إن احنا بنقدم 360 مليون دولار ولكن منهم 40 مليون دولار هيروحوا مساعدات إنسانية في القطاع والأنروا، وقال في يعني حددوا المبلغ رايح فين بالضبط الأمريكان زي ما قال هو النهارده، ولكن ذكر رقم 40 مليون دولار. فإذا الوضع ما بين البلدين، العلاقة، اللقاء مهم، ملفات كثيرة. إيه اللي تعمله أمريكا الفترة القادمة؟ طبعا الحديث على الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، وأيضا العلاقة الممتدة بين البلدين. عشان كده بقول لحضراتكم في مسؤول من رئاسة الأركان الأمريكية اللي هو مسؤول من الجيش الأمريكي موجود حاضر في هذا الاجتماع، الأمن القومي حاضر في هذا الاجتماع أو في هذا اللقاء، لأنه كمان عندنا الخارجية، عندنا رئيس المخابرات، وبالتالي الاجتماع المهم والرسائل اللي خرجت منه التي تؤكد مصر وأيضا الدور المهم والفترة القادمة احنا هنعمل ايه مع بعض. كل الكلام النهاردة وكلام حتى سيادة الرئيس على عملية الاستقرار والوصول لحل دولتين وفقا للأسس الشرعية الدولية وقرارات الشرعية الدولية اللي هي دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو عام 67. الولايات المتحدة الأمريكية النهاردة في كلامهم الواضح اللي هو يعني بيتكلموا النهاردة على حل دولتين، حتى الأمريكان بيتكلموا بشكل واضح النهاردة على هذا الأمر وفي هذه الزيارة، وأيضا الجولة اللي المطولة اللي قضاها وزير الخارجية الأمريكي إلى في منطقة الشرق الأوسط، واللي اختتمها النهاردة بلقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ولقاء صباح هذا اليوم اللي كان لقاء مطول مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. والرئيس كمان كتب يعني تويتة كده على صفحته الشخصية حول هذا اللقاء، وقال شرفته اليوم باستقبال السيد أنتوني بلينكين وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تشاورنا معا بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة، مع التأكيد على علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ودورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. الرئيس أيضا طلب نقل تحياته للرئيس الأمريكي جو بايدن، وأكد أيضا في اللقاء العلاقات بين البلدين والاستقرار وتعزيز العلاقات وفي كافة الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة. بلينكين نقل للرئيس عبد الفتاح السيسي تحيات وتقدير الرئيس جو بايدن، وأكد أيضا اهتمام الولايات المتحدة بتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع مصر والتشاور معها في كافة قضايا المنطقة، واتكلم في ضوء الثقل السياسي الفعال الذي تتمتع به مصر في الشرق الأوسط ومحيطها الإقليمي، ومساهمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في السعي للاستقرار لكافة شعوب المنطقة. المتحدث باسم الرئاسة سفير بسام راضي أكد أن اللقاء تطرق إلى مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام بعد التطورات الأخيرة، وثمن وزير خارجية الأمريكا الجهود المصرية الحثيثة في هذا الإطار للتوصل إلى وقف الإطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والعمل على تثبيته. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدعم الأمريكي الكامل للجهود المصرية المذكورة. أشار الرئيس إلى أن تطورات الأحداث الأخيرة تؤكد أهمية العمل بشكل فوري لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بانخراط أمريكي فاعل لعودة الطرفين مجددا إلى طاولة الحوار. وده النهج اللي أخذته مصر مبكرا اللي هو الدعوة بعد وقف إطلاق النار، علينا نبدأ في عملية التفاوض مرة أخرى عشان نصل إلى حل. أيضا اللقاء تناول ملف مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وأشاد الرئيس هنا بإرادة الدولة أو أكد الرئيس إرادة الدولة المصرية الثابتة حكومة وشعبا على مواصلة جهودها الحثيثة لمواجهة تلك الآفة، آفة الإرهاب والفكر المتطرف، وتقوية خطرها أمنيا وفكريا، وتدعيم مبادئ المواطنة الراسخة من التآخي والتعايش وحرية الاعتقاد. وشدد الرئيس على أهمية استمرار التنسيق والتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الأمر. وزير الخارجية الأمريكي بلينكين أشاد من جانبه بنجاح الجهود المصرية الحاسمة
في هذا الإطار اللي هو مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف خلال الفترة الماضية، وما تتحمله مصر من أعباء في مكافحة الإرهاب. وأعرب بلينكن عن دعم الإدارة الأمريكية لجهود مصر في هذا الشأن، وأكد أن مصر تعد شريكا مركزيا في التصدي لتحدي الإرهاب العابر للحدود. المتحدث الرسمي أكد أيضا أنه تم التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية، منها تطورات الأوضاع في ليبيا والمرحلة الانتقالية التي تمر بها حاليا وصولا لاستحقاق الانتخاب اللي هيكون في ديسمبر القادم. تم التوافق على دعم المرحلة السياسية، بالإضافة للتوافق على ضرورة خروج المرتزقة والميليشيات الإرهابية وكل القوات الأجنبية المسلحة الموجودة في ليبيا. اتفاق بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن، وكان هذا أيضا اتفاق ما بين الرئيس والرئيس بايدن في المكالمة اللي كانت يوم الاثنين. وهناك أيضا مكالمة تمت من شوية مع المشيرة ميركل، اتكلمت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا في عدة ملفات منها ليبيا، واتفقوا أيضا على ما تم الاتفاق معه مع الولايات المتحدة الأمريكية. هو اللي حضرتكم المشيرة ميركل كمان لما اتكلمت الرئيس قبل قليل. سد اثيوبيا اللي احنا بنتكلم عليه واللي هو احد الملفات المهمه بالنسبه لنا، الرئيس بيجدد ايضا تمسك مصر بحقوقها من خلال التوصل الى اتفاق قانوني منصف وملزم بيضمن الامن المائي لمصر. وزير الخارجيه الامريكي اتكلم على انه التزام الاداره الامريكيه ببذل الجهود للتوصل الى اتفاق بيحفظ الحقوق المائيه والتنمويه لكافه الاطراف، طبعا بالاضافه الى التعامل والتعاون في أو العلاقات ما بين بلدين، وخاصة أيضا كل العلاقات الثنائية. وتم بحث العديد من هذه الملفات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والوزير بلينكن وزير الخارجية الأمريكي. مشارة أنجيلا ميركل كلمت السيد الرئيس من شوية عبر الفيديو كونفرنس، يعني اتصال مرئي ما بين المشارة ميركل، اتصلت بها الرئيس وكلمت طبعا طبقا ليها سفير بسام راضي، كلمت العلاقات ما بين البلدين مصر والمانيا والتشاور مع الرئيس في العديد من الملفات. الرئيس طبعا بيجدد التاكيد على دعم الشراكه القائمه بين مصر والمانيا، واتكلم على المانيا واحده من اهم شركاء مصر داخل القاره الاوروبيه، طبعا تباحث حول القضيه الفلسطينيه. واكدت المشاره ميركل تقديرها لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي لما بذله من جهد ناجح والتي أدت إلى وقف إطلاق النار والتهدئة في الأوضاع، وثمنت الاتصالات المصرية الفعالة مع كل الأطراف المعنية والتي أدت إلى إنهاء حالة التوتر والحد من الخسائر البشرية والمادية، وأكدت على حرصها على تكثيف التشاور وتبادل الرؤى مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الخصوص والقضية الفلسطينية. أيضا تم التأكيد مباشرة فيما يتعلق بليبيا والموقف في ليبيا، ونفس الاتفاق على دعم المرحلة الحالية وصول للانتخابات القادمة، وأيضا خروج المرتزقة والميليشيات الإرهابية والقوات الأجنبية الموجودة في ليبيا. وتم الاتفاق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشارة ميركل أيضا في على هذا الشأن وضرورة خروج كل القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا. الرئيس أيضا تلقى اتصالا، بقول لحضراتكم بلدكم يعني محور مركزي لدول العالم، لدول العالم كل الناس بتتكلم عشان اولا دعم كبير للدولة وللقيادة على موقف مصر بتقوم به، وايضا مسألة الاستقرار. العالم كله النهاردة عايز ايه من منطقة الشرق الاوسط؟ منطقة مستقرة ما فيهاش حروب، تتوقف الحروب، انهاء الحروب، اعادة المسألة الى استقرار. هذه المنطقة هي اكتر منطقة ساخنة في العالم، هذه المنطقة الاكثر اللي فيها مشاكل ضخمة جدا في كل تقريبا الدول. الحمد لله البلد تقريبا، الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب فضل من ربنا، البلد تحديدا تقريبا الوحيدة المستقرة في المنطقة دي اللي فيها صراعات وفيها أزمات وفيها تدخلات وفيها إرهاب وفيها صواريخ مصر. فخلوا بالكم ده كمان بيبقى للعالم رسالة كبيرة جدا، يعني البلد الكبيرة اللي فيها 100 مليون وضعها الحمد لله النهاردة مستقر جدا، فكل العالم لازم تبقى باصه ده هو حصل ازاي ده وده بيحصل ازاي. عشان كده امريكا النهارده بتشيد في ده، بتشيد بهذا الامر.
ما هو احنا كان اللي بيخلقنا ايه او اللي بيعمل لنا مشاكل ايه والفوضى ايه؟ الارهاب، عمليات ارهابيه. فالنهارده الحمد لله حققنا نجاحا كبيرا، القوات المسلحه والشرطه حققوا هذا النجاح. امريكا بتشيد والدنيا كلها شايفه مصر النهارده كيف حال هذا الوطن واستقرار هذا الوطن، ربنا يديمه علينا. ما ده خلي بالكم كمان بيبقى نوع من الدول تبص لك في ظل ده، وانت قادر تحافظ على ده وقادر تعمل وقادر تبني وقادر تتحرك وقادر كمان تتداخل في كل الملفات الدولية والإقليمية كلها تتدخل فيها. مصر الحمد لله فضل ربنا. عشان كده بقول لحضراتكم كله بيبصلك وكله كمان بيتكلم معاك ويبقى فيه النهاردة دعم كبير للخطوات المصرية اللي بتاخدها في كل هذه الملفات عشان نصل إن شاء الله يا رب إنه هذه المنطقة تصل إلى استقرار حقيقي. الاستقرار الحقيقي ده يؤدي لقضاء على حاجات كتير. يعني بعض الناس ياخدوا يقول لك عشان الدولة الفلسطينية فهيعملوا كذا، عشان عايزين نصل ان كل ده يتوقف تماما. وخالص دعواتي والله لأشقائنا في العراق، انا يعني من الناس اللي بحب الشعب العراقي جدا، كلنا بنحب العراق، العراق البلد الكبير. العراق النهاردة اللي بشوفه على مدى الساعات الماضية امر يحزن اي مواطن بيتابع العراق، بيتابع اللي بيحصل في العراق. نتمنى العراق السلامة والأمن والاستقرار، بعيدا عن فوضى، بعيدا عن تدخلات، بعيدا عن أطماع، بعيدا عن ميليشيات، بعيدا عن إرهاب، بعيدا عن يعني مواجهات. يعني في النهاردة في العراق الآن حشود رهيبة، في تدخلات، في عناصر مسلحة ميليشيات عايزة تواجه الجيش العراقي، جاية من محافظات من بابل وفين عشان يدخلوا العاصمة ويسيطروا على جسور ويغلقوا بعض الحاجات وتهديدات. أمر دلوقتي بيتم في العراق خطير للغاية، خطر من حشد شعبي، ما يطلق عليه الحشد الشعبي، بمسلحين ليهم بقوات كثيرة عسكرية داخلة عايز تدخل العاصمة وتواجه الجيش العراقي، والجيش العراقي بيحرك لواءات مدرعة عشان يواجه اي شغل بيحصل. الوضع في العراق صعب. عايزين دي بلد كبيره. البلد الكبيره دي يعني ربنا يعني يحفظهم ويحافظ عليهم. وبعد شويه يمكن لما هنتابع بعد شويه، لانه بقول لحضراتكم الوضع صعب، يمكن لو جالنا فيديوهات حديثه او الوضع حاليا قبل ما ادخل هوا لقيت دبابات داخله وعربيات مصفحه ومدرعات وناس اعداد رهيبه. قال لك جايين من المحافظات عشان عايزين يدخلوا العاصمه ويحتلوا بعض الجسور المؤديه للمنطقه الخضراء واغلاق مش عارف ايه، حاجه بقول لحضراتكم ربنا يكتب لهم السلامه. خلي بال حضرتك، تاني بقول اللي حصل في العراق ده يعني امر صعب وكارثي. فلما اوريك ما يجري في دوله كبيره العراق، تاني اللي احنا يعني نتمنى دايما دايما ليهم يعني السلامه ان شاء الله ويعدوا من هذه المرحله وهذه الازمه الكبيره التي تعاني منها ويتعرض لها الشعب العراقي الشقيق. من شويه كمان قبل ما نروح، لانه زي العراق سخنه جدا جدا، ويمكن بعد يعني على بال ما كمان يجي لنا احدث تطورات بعد شويه ممكن ناخدها على الهواء كمان، ما عنديش مشكله خالص. الرئيس كمان تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء باكستان. خلوا بال حضراتكم النهارده عندنا تدريبات عسكريه فين؟ ركز بس عشان تعرف، ركز. عندنا حماة النيل في السودان، هتكلم عليها بعد شويه. في السودان حماة النيل تدريبات كبيرة جدا، أعداد كبيرة جدا من قوات المسلحة المصرية والسودانية، كتير كل أفرع قوات المسلحة موجودة هناك مع الجيش السوداني، تدريبات كبيرة. حماة النيل الاسم له معنى، حماة النيل فله معنى، ده رقم واحد. رقم اتنين، تدريبات مع أشقائنا في الإمارات، زايد عندنا تدريبات في الإمارات، عندنا تدريبات أيضا مع باكستان موجودة في مصر لأول مرة. خلي بالك كل ده له معنى. كان عندنا من كام يوم تدريبات تونس، من كام يوم. هي دي مصر عندما تتحرك في كل اتجاهات، شغل على كل اتجاهات وكل المحاور ومع كل الناس، وعندنا على قازم بقول لحضرتك في كل اتجاه. من شويه بعتنا مصر، بعتت خلي بالكم، لانه معلش باخد موضوعات كده لانها كلها
بالمناسبة كل هذه الموضوعات كلها متشابكة مع بعض مع بعض. سيادة الرئيس وجه بإرسال مساعدات طبية وغذائية لأشقائنا في جيبوتي، دولة جيبوتي دولة عربية شقيقة. وصلت مساعدات النهاردة بعد المساعدات طيارتين عسكريتين محملين بمساعدات كتيرة لأشقائنا في جيبوتي، هدية من الشعب المصري لأشقائنا شعب جيبوتي. جيبوتي دولة عربية شقيقة، وأنا زرت جيبوتي من سنتين عام 2019، عضو في الجامعة العربية ورئيسها الرئيس إسماعيل عمر جيلة اللي فاز من شهر اللي فات بولاية 5. البلد الكبيرة جيبوتي أو بلد يعني شقيقة مكانها في غاية الأهمية. جيبوتي اللي قدام حضراتكم يعني مساعدات المصرية راحت ووصلت بالسلام واستقبلوها، يعني جيبوتي زي ما بقول لحضراتكم مكانها في منتهى الأهمية، على باب المندب من ناحية الغربية لباب المندب وعلى خليج عدن، واخدة منطقة اللي هي أكثر مناطق اللي فيها حركة تجارة وحركة سفن في العالم في هذه المنطقة. أدي جيبوتي قدام حضرتك، أهميتها قدامك أهو، أهميتها باب المندب قدامك. الناحية الثانية إثيوبيا، هي المكان اللي بيوصل، لو إثيوبيا خط إثيوبيا على البحر، إثيوبيا أنت عارفين بلد ملهاش أي حدود على البحر، بلد مغلقة تماما، يعني عندها جيبوتي إريتريا أو الصومال في هذه المناطق. إحنا خلي بال حضرتك في جيبوتي لها أهمية كبيرة بالنسبة لنا كمصر، بالنسبة للعالم العربي كمان أهميتها. وبالمناسبة إحنا بنروح جيبوتي وعندنا اتصالات، ورئيس جيبوتي كان عندنا في زيارة لمصر وفي اتصالات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي اتصالات رايحة جاية وعلاقات كبيرة جدا معاهم. زي ما بقول لحضراتكم البلد عربية، دولة عربية، ولما رحناهم ناس عندهم ناطقين باللغة العربية والفرنسية، لأن كان ليها عندهم احتلال فرنسي لجيبوتي، وهو هي عضو في الجامعة العربية منذ عام 77 موجودة معانا في الجامعة العربية. فدولة مهمة ودولة مكانها مؤثر جدا، فيها عدد كبير من قواعد العسكرية في العالم، أمريكا لها قاعدة، احنا رحنا وشفنا قواعد لما عملنا زيارة هناك، كان مع سيادة النائب محمد أبو العنين، كنا عاملين زيارة مهمة في ذلك الوقت. قواعد أمريكية إيطالية فرنسية تقريبا يابانية، 8 9 دول لهم قواعد عسكرية في جيبوتي. البلد اللي قدام حضراتكم ديت فيها قواعد عسكرية كثيرة، وانت قاعد هناك تلاقي قوات الدول كلها موجودة وماشية في الشوارع وقدامك، والقواعد موجود، يعني بلد زي ما بقول لحضرتك أهميتها في غاية الأهمية، ان انت تبقى كمان شايف هذه الدولة العربية وتبقى معاهم علاقات قوية جدا، واحنا لنا علاقات قوية جدا ولنا علاقات قوية، وهناك علاقة قوية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس اسماعيل عمر جيلة في طول الوقت، واتصالات زي ما بقول لحضراتكم، واحنا قواتنا بتروح بيبقى موجود هناك في طبعا حملات، يعني بيبقى في تعاون ايضا كبير عسكري وامني بين البلدين، تعاون سياسي كبير دبلوماسي كبير مع جيبوتي. عشان كده بقول لحضراتكم يعني اهميه واستمرار للدور مصر في هذا الامر، تم ارسال هذه المساعدات الطبيه والمواد الغذائيه الى اشقائنا في جيبوتي، وللتقدير من يعني لعلاقتنا بهم، وايضا في اللقاء الجانب الجيبوتي اعرب عن تقديره لجهود مصر الكبيره ومساندتهم للشعب الجيبوتي في هذه الظروف، وتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين هناك، ودعمهم في مواجهه تحديات خاصه فيروس كورونا وغيرها من التحديات. نعود مره تانية زي ما بقول لحضراتكم، رئيس وزراء باكستان اتصل بها الرئيس مساء اليوم، والتاكيد على العلاقات بين البلدين، وايضا يعني تقدير كبير من باكستان الى مصر وللرئيس عبد الفتاح السيسي على الموقف المصري والجهود الناجحة اللي ساهمت في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وأهمية الدور المصري في كل هذه القضايا. أيضا
تم التنسيق والحديث في العديد من الملفات والموضوعات المهمة بين بلدين، وملف مكافحة الإرهاب باعتباره أحد التحديات المشتركة بين مصر وباكستان. الكثير من الملفات والقضايا، ومصر زي ما بقول لحضراتكم الوضع كما نتابع. وزيارة كانت مهمة اليوم لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، اللي لقاء وأيضا دعم من كبير من الولايات المتحدة الأمريكية، وإشادة كبيرة بدور مصر وما قامت به مصر في خلال الفترة الأخيرة. تعالوا نتابع هذا اللقاء ثم أعود لحضراتكم. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد أنتوني بلينكين وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك كل من السيدة فيكتوريا نولاند وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، وسفير جوناثان كوهن سفير الولايات المتحدة بالقاهرة، والسيد توماس سلويفان نائب سكرتير رئيس الأركان الأمريكي، وسفيرة باربرا ليف من مجلس الأمن القومي الأمريكي. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أعرب عن ترحيبه بلقاء وزير الخارجية الأمريكي، ناقلا سيادته تحياته إلى الرئيس جو بايدن، ومؤكدا سيادته على علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة ودورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، والتطلع لتعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة. من جانبه نقل بلينكين إلى السيد الرئيس تحيات الرئيس الأمريكي، مؤكدا اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع مصر، وكذا تكثيف التنسيق والتشاور المشترك حول جميع قضايا الشرق الأوسط، وذلك في ضوء الثقل السياسي الفعال الذي تتمتع به مصر في الشرق الأوسط ومحيطها الإقليمي، ومساهمتها بقيادة السيد الرئيس في السعي لتحقيق الاستقرار المنشود لكافة شعوب المنطقة. أوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام في أعقاب التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، حيث ثمن وزير الخارجية الأمريكي الجهود المصرية الحثيثة في هذا الإطار للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والعمل على تثبيته، في حين أشاد السيد الرئيس بالدعم الأمريكي الكامل للجهود المصرية المذكورة، مشيرا سيادته إلى أن تطورات الأحداث الأخيرة تؤكد أهمية العمل بشكل فوري لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بانخراط أمريكي فاعل لعودة الطرفين مجددا إلى طاولة الحوار، مشددا سيادته على حرص مصر على التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة في هذا الإطار، وموقف مصر الثابت بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية، حيث تم التوافق على تعزيز التنسيق والتشاور الثنائي بين البلدين فيما يخص تثبيت وقف إطلاق النار، وكذلك إطلاق عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة تأسيسا على المبادرة المصرية في هذا الإطار. كما تم تناول ملف مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث أكد السيد الرئيس في هذا السياق إرادة الدولة الثابتة حكومة وشعبا على مواصلة جهودها الحثيثة لمواجهة تلك الآفة وتقويض خطرها أمنيا وفكريا، وتدعيم مبادئ المواطنة الراسخة من التأخي والتعايش وحرية الاعتقاد، مشددا سيادته في هذا الصدد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك مع الولايات المتحدة لتدعيم تلك الجهود. وقد أشاد وزير الخارجية الأمريكي من جانبه بنجاح الجهود المصرية الحاسمة في هذا الإطار خلال الفترة الماضية وما تتحمله من أعباء في مكافحة الإرهاب، معربا عن دعم الإدارة الأمريكية لتلك الجهود، ومؤكدا أن مصر تعد شريكا مركزيا في التصدي لتحدي الإرهاب العابر للحدود. أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد كذلك التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية، خاصة تطورات الأوضاع في ليبيا والمرحلة الانتقالية التي تمر بها وصولا إلى الاستحقاق الانتخابي المنشود في ديسمبر المقبل، حيث تم التوافق على أهمية دعم تلك المرحلة السياسية الفارقة في تاريخ ليبيا مع ضرورة خروج المرتزقة والميليشيات الأجنبية المسلحة من ليبيا، بما سيساهم
في تحقيق طموحات الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسلامة مؤسساتها الوطنية، ويقود تفشي الفوضى بها ويقطع الطريق أمام تحولها إلى مناطق نفوذ لقوى خارجية. كما تطرق اللقاء كذلك إلى قضية سد النهضة، حيث أكد السيد الرئيس تمسك مصر بحقوقها من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني منصف وملزم يضمن الأمن المائي لمصر من خلال قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف. ومن ثم أهمية الدور الأمريكي على وجه الخصوص للاطلاع بدور مؤثر لحلحلة تلك الأزمة، حيث جدد الوزير بلينكن التزام الإدارة الأمريكية ببذل الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق يحفظ الحقوق المائية والتنموية لكافة الأطراف. كما تم تناول بعض موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أشاد وزير الخارجية الأمريكي بالجهود التنموية الضخمة التي تشهدها مصر حاليا. وقد أوضح السيد الرئيس في هذا السياق جهود الدولة من خلال سلسلة المشروعات التنموية الكبرى بهدف تحقيق التنمية الشاملة في كل القطاعات والارتقاء بكافة جوانب الحياة المعيشية للمواطنين، وكذلك جميع الخدمات المقدمة من قبل الدولة. نذهب إلى الناطقة باسم الخارجية الأمريكية في المنطقة، الناطقة الإقليمي، السيدة جيرالدين جريفيث. أولا مساء الخير على حضرتك وشكرا على وجود حضرتك معنا. مساء النور وشكرا على الاستضافة. لقاء مهم اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي واستقبال وزير الخارجية بلينكين، وعدد كبير من الملفات، ربما الملف الأبرز هو القضية الفلسطينية وما قامت به مصر على مدى الفترة الماضية بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية والوصول إلى وقف الإطلاق النار، والآن البحث عن المساعدات، ومصر أيضا قامت بدور كبير في هذا الأمر. الدعم الأمريكي هيستمر إلى أي مرحلة فيما يتعلق بالمنطقة وبما يتعلق بالقضية الفلسطينية؟ السلام عليكم ومن جديد شكرا على الاستضافة. كما أوضح رئيس بايدن في تصريح مؤخرا، تقدر الولايات المتحدة الجهود المصرية والمبادرة المصرية من أجل تحقيق وقف إطلاق النار هذا، فنحن نتطلع لمزيد من التقدم للحكومة المصرية من أجل تلبية الاحتياجات الملحة عند الشعب الفلسطيني. كما تعرفون، أعلنت الولايات المتحدة عن نيتها توفير مساعدات إنسانية تنموية اقتصادية إضافية للشعب الفلسطيني تقريبا 360 مليون دولار، وسوف نعمل مع الحكومة المصرية ومؤسسة أنرا وغيرها من الأطراف من أجل تحقيق ذلك الهدف. وما يهمنا في المدى البعيد هو تحقيق مستقبل أكثر إشراكا للشعوب المنطقة، وأيضا تمهير الطريق من أجل إنعاش عملية السلام وتحقيق الشراكة والتعاون بين الطرف الفلسطيني والطرف الإسرائيلي من أجل تحقيق حل الدولتين. دور مصر أيضا في مسألة وقف إطلاق النار، وهناك جرى اتصالين ما بين الرئيس جو بايدن مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم جاءت هذه الزيارة اليوم. حجم تطور العلاقة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في ظل الإدارة الحالية؟ تحظى الولايات المتحدة بعلاقات قوية وطويلة الأمد مع الحكومة المصرية، والآن نسعى لتعزيز مستويات هذه الشراكة، وفي ملف العنف وكيفية تحسين الحياة للشعب الفلسطيني، سوف نعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة المصرية لضمان إيصال المساعدات للشعب الفلسطيني بمس الحاجة إليها. وبالإضافة لذلك سوف نتعاون مع مصر من أجل تعزيز الأمن والاستقرار على مستوى إقليمي، بما في ذلك في ليبيا وغيرها من الملفات. فسوف نتطلع لمزيد من الشراكة مع الحكومة المصرية، ومن جديد نحن نشكر مصر لجهودها المبذولة من أجل تحقيق وقف إطلاق النار ذلك. الرأي العام في مصر وربما حتى في العالم
عنده رسالة محددة إنه إمتى تكون هناك دولة فلسطينية قائمة على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية، ودور الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الأمر. كتير قوي بنسمع كلام ولكن على الأرض مفيش هذا التحرك، هل سنراه قريبا؟ تؤمن إدارة بايدن بهدف تحقيق حل الدولتين؟ من وجهة نظر إدارة بايدن، حل الدولتين هو الحل الوحيد من أجل تحقيق انفراج في هذه العزمة وتحقيق حل شامل وعادل للشعبين. فالآن علينا أن نركز على الخطوة الأولى، وهي تلبية الاحتياجات الملحة عند الشعب الفلسطيني. فالآن نركز على كيفية إيصال المساعدات الإنسانية للمنطقة، لكن طبعا سوف نستمر الجهود الأمريكية الدبلوماسية من أجل إنعاش الشراكة على شراكة بين الطرف الفلسطيني والطرف الإسرائيلي، لأنه بالآخر الحل الوحيد هو حل الدولتين. فتسعى ولاية متحدة، سوف تتخذ ولاية متحدة خطوات ضرورية من أجل تحقيق ذلك الهدف. الملفات اللي من وجهة النظر الأمريكية بعيدا عن البيان المصري التي تم تناولها خلال لقاء الرئيس مع وزير الخارجية الأمريكي، أهم الملفات اللي تم تناولها إيه من جانبكم؟ نحن نتعاون مع الحكومة المصرية عن حول عدة ملفات، فنعمل مع مصر فيما يخص تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا، أيضا نعمل مع مصر عبر المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي من أجل إيجاد حل لقضية سد النهضة، بالإضافة إلى التعاون على مستوى اقتصادي وتنموي وعسكري مع الحكومة المصرية. فتتمتع الولايات المتحدة بشراكة قوية مع مصر على عدة زوايا. أمريكا تدخلها ربما يساعد على حل قضية السد الإثيوبي اللي هو قضية حياة بالنسبة ل 150 مليون مواطن سواء في مصر أو في السودان. هل أمريكا تتدخل بكل قوة خلال الفترة القادمة، لأن هناك مسألة خاصة بالملء الثاني بعد شهرين من الآن، هل تتدخلوا قريبا وحجم تدخل أو ما سيتم ممارسته على إثيوبيا؟ عين مبعوث أمريكي خاص للقرن الأفريقي من أجل إيجاد حلول أنسب لمعالجة هذه القضايا. فالأمر ليس مسألة التدخل، هو مسألة المفاوضات. يجب أن تكون هناك تسوية سياسية موافقة عليها من الدول الثلاثة. فالآن يقوم المبعوث الخاص بمشاورات مع خلفائنا في مصر وإثيوبيا والسودان، ويجب أن تكون هناك موافقة من قبل مصر وإثيوبيا والسودان عن الحل الأنسب لسد النهضة. ندرك بأن هناك مخاوف حقيقية عند جميع الأطراف المعنية، فلذلك تم تكريس الجهود الأمريكية الدبلوماسية، لأنه ليس هناك حل عبر الضغط أو التدخل أو حل عسكري لهذا الملف. جيرالدين، بتكلمي على حياة الناس اللي هي المية. إثيوبيا لا تريد تدخل أمريكا ولا المجتمع الدولي، إثيوبيا لا تريد سوى الاتحاد الأفريقي فقط، وبالتالي إثيوبيا قامت بملأ أول تريد الملء الثاني دون الوصول لاتفاق، وهذا يهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل إذا حدث هذا الأمر. مثل ما قلت، هذا الأمر ليس مسألة التدخل. نعمل بتعاون مع إثيوبيا ومصر والسودان من أجل إيجاد الحلول الأنسب، لأنه هذا النهر مهم جدا لجميع شعوب المنطقة. فسوف نستمر في المشاورات الدبلوماسية من أجل شعوب المنطقة. ماذا مرة أخرى إذا رفضت إثيوبيا التدخل الأمريكي أو المفاوضات الأمريكية أو الطرح الأمريكي؟ ما هو العمل؟ إيه البدائل اللي ممكن أمام مصر والسودان في هذا الأمر إذا فوجئنا أنه هذه المياه غير موجودة وحصتنا غير موجودة؟ ما هو العمل؟ إذا حدث ده مع أمريكا كنتوا هتتعاملوا إزاي مع مسألة السد؟ لن أدخل في فرضيات، ومرة أخرى ما يهمنا هو التوصل إلى حل سلمي ودبلوماسي لهذا الملف.
طيب نرجع مرة أخرى إلى القضية الليبية. الأولوية الآن بعد يعني مرحلة انتقالية نصل الانتخابات المفترض في ديسمبر، هناك أعداد هائلة من المرتزقة، قوات التركية موجودة في ليبيا حتى الآن، قواعد عسكرية تركية موجودة، توجه الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن إيه؟ مؤخرا كان هناك في ليبيا وفد أمريكي رفيع المستوى، وحمل الوفد رسالة مهمة مفادها هو أنه الولايات المتحدة تبقى ملتزمة كامل الالتزام لدعم العملية السياسية في ليبيا، وليس يجب أن يكون هناك في ليبيا حل ليبي ليبي. فنحن ندعم المفاوضات السياسية، وأيضا ندعو لترحيل إخراج جميع المرتزقة من الأراضي الليبية، بالإضافة إلى التشجيع على بذل كل ما بوسعنا كمجتمع دولي من أجل إجراء الانتخابات في نهاية هذا العام. تستمر الولايات المتحدة في الشراكة مع الأطراف الليبية، لذلك عين مبعوث خاص لشؤون ليبي سيد نورلاند، ونحن سوف نعمل مع دول المنطقة بما في ذلك مصر من أجل تحقيق وتعزيز الاستقرار والأمن في ليبيا. الدور اللي ممكن تقوم به أيضا في سوريا كمان، والنهاردة في انتخابات رئاسية في سوريا، كأمريكا شفتوا ازاي هذه الانتخابات؟ وصدر اعتقد منكم بيان امبارح مع بعض الدول، ربما بريطانيا وفرنسا كمان، عن هذه الانتخابات. مع الأسف ليس هناك أي شرعية أو أي مصداقية في هذه الانتخابات الجارية في سوريا، وتعمل الولايات المتحدة مع المجتمع الدولي من أجل إنعاش المفاوضات السياسية. قد رأينا تعنت ومماطلة من قبل نظام الأسد، وهذا لا يسعد في مصلحة الشعب السوري. سوف نستمر في الشراكة مع المجتمع الدولي من أجل تحقيق حل سياسي عبر التسوية السياسية وفقا للقرار 2254. هل هناك تغير حقيقي في إدارة الرئيس جو بايدن مع إيران بعكس ما كانت إدارة الرئيس السابق ترامب في هذا الملف؟ وهل ستصل إيران إلى سلاح نووي حقيقي؟ لأن إيران بتحدد شروطها وبتفرضها على أمريكا وعلى المجتمع الدولي. ماذا أمام الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الأمر؟ الجلسات في فيينا عن البرنامج الإيراني النووي ما زالت جارية. تسعى الولايات المتحدة للامتثال المتبادل، ولن أقل في مزيد من المعلومات. ما يهمنا هو منع النظام الإيراني من امتلاك أي أسلحة نووية. ليس هناك تغيير في سياسة الولايات المتحدة بهذا الشأن، وسوف نعمل من أجل تحقيق ذلك. هل بتبديد مخاوف الدول العربية والخليجية من قرب إيران الوصول إلى سلاح نووي؟ هل هناك يعني، لأن هناك مخاوف أن إيران تمتلك هذا السلاح النووي اللي بتشتغل عليه بقى لعدة سنوات؟ تعمل الولايات المتحدة مع دول المنطقة خصوصا دول الخليج لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وسوف نستمر في هذا هي الشراكة من أجل مواجهة التحديات الأمنية الناجمة عن النظام الإيراني. بتتابعوا إزاي ما يجري في العراق اليوم تحديدا؟ هناك مواجهات، في تحديات أمنية خطيرة موجودة في العراق حاليا، بتتابعوها إزاي؟ تحظى الولايات المتحدة بشراكة قوية مع الحكومة العراقية، والآن ندرس ونراقب التطورات هناك، وسوف نعمل مع السلطات العراقية من أجل تعزيز الأمن والاستقرار هناك. هل يعني انسحاب القوات الأمريكية بمنتهى الجدية هيتم في التوقيتات المحددة؟ مش هيبقى لكم أي وجود في المنطقة، أي وجود في العراق، أفغانستان، زي ما قالت الرئيس أكد على هذا الأمر؟ مثل ما قلت، تعمل الولايات المتحدة مع الحكومة العراقية من أجل تعزيز الأمن والاستقرار، ونعمل أيضا من أجل حفاظ على هزيمة داعش، وسوف نستمر في ذلك. طب معلش أرجع تاني لملف القضية الفلسطينية مرة أخرى، هل عندكم أي شروط فيما يتعلق بتقديم المساعدات
لدعم الشعب الفلسطيني ومواجهة أزماته وإعادة الإعمار اللي هدموا الطيران والعدوان الإسرائيلي؟ ما يهمنا هو إيصال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني بمس الحاجة إليها، وعدم وجود أي فوائد من هذه المساعدات لحركة حماس أو أي منظمات إرهابية أخرى. مين اللي هيتولى هذه العملية؟ هل بتنسقوا مع مصر في هذا الشأن، مع السلطة الفلسطينية، مع الأمم المتحدة؟ هيتم إزاي هذا الأمر، تقديم هذه المساعدات منكم أو من المجتمع الدولي حتى؟ طبعا سوف تلعب مصر دورا مهما من اجل تحقيق ذلك. فالان نحن نناقش هذا الموضوع مع مصر ومع مؤسسه اونروا وغيرها من الاطراف، والان مثل ما قلت المناقشات ما زالت جاريه، لكن سوف نعمل مع الدول والاطراف المعنيه بما في ذلك مصر وأونروا من أجل توفير المساعدات الإنسانية والاقتصادية والتنموية للشعب الفلسطيني. هل بالفعل في، لانه في بعض المعلومات تتكلم على هيئه دوليه هتضم مصر وبعض الدول هي التي تتولى اعاده الاعمار، هل ده صحيح؟ لن ادخل في فرضيات، الان نحن ندرس الظروف على الارض الواقع، وسوف نعمل مع الامم المتحده، مؤسسه أنروا، مصر، الحكومه الاسرائيليه، السلطه الفلسطينيه، الاردن، غيرها من الاطراف من اجل ايصال المساعدات الى الشعب الفلسطيني. هل حاولتوا إجراء أي اتصالات سرية مع حركة حماس أو الفصائل الفلسطينية؟ حركة حماس حركة إرهابية، ولم تعمل الولايات المتحدة معها ولن تعمل الولايات المتحدة معها. أولاً مرة تانية بشكر حضرتك، شكراً جزيلاً على وجود حضرتك معنا، جيرالدين جريفيث الناطقة باسم الخارجية الأمريكية في المنطقة، منطقة الشرق الأوسط. كل التحية لحضرتك مرة تانية. نرجع تاني لملفنا وملفاتنا، وطبعا مكالمة المستشارة أنجيلا ميركل عبر الفيديو كونفرنس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. نتابع ماذا جاء في هذا الاتصال التليفوني أو عبر الفيديو كونفرنس الرئيس والمستشارة ميركل. تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا عبر تقنية الفيديو كونفرنس من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المستشارة ميركل أكدت اعتزاز ألمانيا بروابط الصداقة التي تجمعها مع مصر، والتي تمثل ركيزة هامة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، والحرص على التشاور والتنسيق المستمر مع السيد الرئيس فيما يخص مختلف التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، مشيدة في هذا الصدد بجهود سيادته للحفاظ على الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية في المنطقة بأسرها، مؤكدة في هذا السياق التزام بلادها بدعم مسيرة العلاقات الثنائية المشتركة في مختلف المجالات، ودعم جهود مصر التنموية من خلال خبرات الشركات الألمانية وزيادة الاستثمارات. من جانبه أكد السيد الرئيس خلال الاتصال حرص مصر على تدعيم الشراكة القائمة مع ألمانيا وتطلع لتعظيم التنسيق والتشاور الثنائي بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، وتعظيم حجم الاستثمارات الألمانية في مصر خاصة في مجالات الطاقة والنقل، أخذا في الاعتبار أن ألمانيا تعتبر واحدة من أهم شركاء مصر داخل القارة الأوروبية، معربا سيادته في هذا الإطار عن التقدير للإسهام الكبير الذي قامت به المستشارة ميركل منذ توليها مقاليد الحكم في ألمانيا في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. أضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية خاصة تطورات القضية الفلسطينية في أعقاب الأحداث الأخيرة، حيث عبرت المستشارة الألمانية عن خالص تقدير بلادها للجهود المصرية الناجحة بقيادة السيد الرئيس، والتي أفضت إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتهدئة الأوضاع في قطاع غزة، مسمنة في هذا الإطار الاتصالات المصرية الفعالة مع كافة الأطراف المعنية والتي ساهمت في إنهاء حالة التوتر والحد من الخسائر البشرية والمادية، مؤكدة على حرصها على تكثيف التشاور وتبادل الرؤى مع السيد الرئيس
في هذا الخصوص. وقد أكد السيد الرئيس في هذا السياق رؤية مصر بضرورة العمل بشكل فوري لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشددا سيادته على استمرار الجهود المصرية في تثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك بالتوازي مع التنسيق مع المجتمع الدولي لإطلاق عملية إعادة أعمار غزة تأسيسا على المبادرة المصرية في هذا الإطار. أضاف المتحدث الرسمي أنه تم كذلك تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع الحالية في ليبيا، حيث استعرض السيد الرئيس جهود مصر الهادفة في مجملها إلى دعم المرحلة الانتقالية الحالية في ليبيا، وصولا إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي المنشود في شهر ديسمبر المقبل، بما يساعد على استعادة أركان الدولة ومؤسساتها الوطنية. وقد أشادت المستشارة ميركل بالدور المصري تجاه القضية الليبية الذي عزز من مسار العملية السياسية في ليبيا. وقد تم التوافق في هذا الإطار على أهمية خروج المرتزقة والميليشيات الأجنبية المسلحة من الأراضي الليبية، الأمر الذي سيعزز من سلاسة ونجاح الفترة الانتقالية ويساهم في تلبية طموحات الشعب الليبي في مستقبل أفضل. كما تم الاتفاق على استمرار التنسيق الثنائي الحثيث بين البلدين في هذا الإطار. أرجع مع حضراتكم مرة تانية. النهاردة طلع بعض الكلام على أنه في اشتباكات ما بين القوات المسلحة السودانية مع الإثيوبيين، ولكن دلوقتي جاي أخبار بتنفي هذا الأمر وبيقولوا أنه ما حصلش أي اشتباكات وأنه القوات السودانية موجودة في مواقعها وأنه لم يحدث أي اشتباكات ولا أي عدائيات. وزي ما قال كده الجيش السوداني ينفي الأنباء التي تحدثت عن وقوع اشتباكات مع القوات الإثيوبية على الحدود الشرقية. الجيش السوداني بيؤكد قواتنا المنتشرة داخل الحدود تؤدي عملها بصورة روتينية دون التعرض لأي أعمال عدائية. يبقى إذن تم نفي أنه حصل اشتباكات ما بين الجيشين السوداني والإثيوبي، لأنه كان في بعض الأخبار متداولة النهاردة، ولكن السودان كما شايفين بينفوا أنه حصل أي اشتباكات مع الجانب الإثيوبي. كنت بتكلم وهيكون معنا سيادة اللواء دكتور سمير فرج حالا من شوية، بتكلم على اللي بيحصل في العراق. مصطفى الكاظمي دلوقتي رئيس الوزراء العراقي قال أن قيام مجموعات مسلحة بدخول المنطقة الخضراء انتهاك خطير للدستور العراقي. الكاظمي يؤكد حماية الأمن مسؤولية الحكومة والقوى الأمنية والعسكرية ويدعو الجميع إلى تغليب مصلحة الوطن. الكاظمي: المظاهر المسلحة تعتبر انتهاكا خطيرا للدستور، ووجهنا بالتحقيق الفوري بهذه التحركات. لأن قلت لحضراتكم هناك تحركات عجيبة وغريبة جدا من ميليشيات جاية من محافظات مختلفة عشان تدخل العاصمة ويقوم بمواجهة الجيش العراق والقوات قوى الأمن العراقية. دكتور سمير فرج مساء الخير على حضرتك. أهلا مساء الخير يا أستاذ أحمد ولكل السادة المشاهدين. أولا ياريت الصوت يوضح شوية. يوضح، حاضر. أولا هبدأ من زيارة النهاردة وزير خارجية بلينكن إلى مصر ولقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، واليومين اللي فاتوا كان هناك اتصالين يوم الخميس ويوم الاثنين مع الرئيس من جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن. بتتابع هذا الأمر إزاي وماذا تعني هذه التحركات؟ أيضا مشارة ميركل اتصلت بها الرئيس النهاردة، رئيس وزراء باكستان. هناك أيضا اتصالات كثيرة مع مصر في المرحلة الحالية. طيب نحكي بقى من البداية أحمد، نقول فور تولي الرئيس جو بايدن يوم 20 يناير الماضي ودخوله المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، كل العالم قاعد يستنى أمريكا هتعمل إيه. وإحنا في مصر أو في المنطقة كنا مهتمين ما هي اهتمامات أمريكا وسياستها في اتجاه الشرق الأوسط. بعد شهر أو اتنين فوجئنا إن أمريكا حطت أسبقيات، الأول إيران إن ومنع إيران من الحصول على السلاح النووي. تاني حاجة استمرار تدفق البترول إلى أوروبا وإلى اليابان. تالت حاجة السيطرة على مقاليد الأمور في اليمن، لأن اليمن كانت بتهدد السعودية. ده الشهرين ثلاثة الأولانيين، ولم تذكر سيرة مصر إطلاقا في هذه الفترة عدا حاجة واحدة تمت،
ان الرئيس بايدن صدق على صفقة اسلحة صواريخ سطح صحت للقوات البحرية المصرية. دي شجعتنا كويس، ولكن فدرت الامور غايبة تماما الى ان حصل الانفجار في غزة. هنا بقى مصر قامت بدور عظيم ورائع، ان من تاني يوم في الاعمال القصف الاسرائيلي على غزة، مصر دفعت زي ما كلنا عارفين عناصر الامن بتاعتنا وطلعت الى اسرائيل العاصمة الاسرائيلية وطلعت الى غزة وبدأنا نتكلم على التهدئة ووقف اطلاق النار. الموضوع طبعا الوزارة المصغرة الاسرائيلية رفضت، ولكن بعد يومين تانين تقدمت مصر بصورة اخرى وطلبت وبدأت تفتح المعابر وبدأت تفتح المستشفيات. هنا العالم حس لأول مرة ان مصر بقى لها دور، وليس بالكلام ولكن بالافعال. ولكن تبص كل الناس التانية بتشجب وترفض، لكن مصر هنا بقى دور. هنا بقى ظهر للجانب الامريكي قيمة مصر الحقيقية في الشرق الاوسط، انها دولة محورية وانها دولة لها علاقات مسيطرة، سواء مع الجانب الاسرائيلي، سواء مع حماس، سواء مع القوى الرسمية في الضفة، والعلاوة على دول افريقيا. ومن هنا جاء الدور الامريكي لمساعدة مصر على انها تعمل وقف اطلاق النار. ولذلك تولت مصر موضوع ايقاف النار اطلاق النار وبالمساعدة الامريكية. كانت اكبر حاجة انا كنت سعيد فيها يومها ان بدأت الحوار او الحديث او المكالمة من الرئيس جو بايدن من اول ما تولى مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشكروا على جهود مصر. الكلام ده كمان تم بعديها بيوم، كان الرئيس جو بايدن عنده لقاء مع الرئيس كوريا وفي البيت الابيض، وده مؤتمر صحفي مفتوح، وكان بيتكلم على الاوضاع في المنطقة الكورية وكوريا الشمالية والجنوبية. وهنا اضاف ايضا الرئيس جو بايدن شكر لمصر والرئيس السيسي على جهود هذا الكلام. هنا بقى بارد دور مصر الحقيقي اللي احنا للأسف كنا افتقدناه في العقود 30-40 سنة اللي فاتت، واحنا كنا قلقانين من وصول جو بايدن الى السلطة وماذا سيفعل على دور مصر. ثم جاءت المكالمة الثانية من الرئيس جو بايدن للرئيس عبد الفتاح السيسي، شكروا على جهود مصر وبدأ يتخذ منا ويستمع للرئيس السيسي الى حل المشاكل. والرئيس السيسي عرض على مشكلة المية، مشكلة ليبيا وفي المنطقة. طب ده معناه ايه يا احمد؟ معناه ان امريكا بدأت تعلم على حجم الدور الرئيسي لمصر في المنطقة، وان زي ما اتقال النهاردة ان مصر اصبحت شريك رئيسي. اذا لازم امريكا تدعم الاستقرار في مصر، ولازم تساعدنا في حل المشاكل. فبالتالي كان بعت وزير الخارجية الى المنطقة، الى اسرائيل ثم الضفة والى مصر والى الاردن. اهم ما تم في هذا الموضوع ان بدأ تحريك للقضية الفلسطينية مرة اخرى. احنا شفنا ايه؟ انت شفت طبعا ترامب لما كان موجود للأسف اضر بالقضية الفلسطينية تماما، وبدأ يقول ان الدولة الواحدة وان ما ان صفقة القرن، ودي كانت مرفوضة تماما من الجانب المصري وكل الامة العربية. لما جاء ترامب لما جاء طبعا جو بايدن الاسبوع اللي فات، بدينا نشوف شكل جديد للإدارة الأمريكية، انه بيتكلم على حل القضية الفلسطينية على اساس الدولتين، وده طبعا حل مرضي لكل الدول العربية. وبدينا نرجع ان يبقى في امل لحل المشكلة الفلسطينية، حلها من خلال الدولتين. وانت عارف الموضوع ده كان مطروح قبل كده، ولكن لما جاء ترامب نسف هذه الفكرة. وبالتالي اصبح مصر لها دور رئيسي في الفترة القادمة، خاصة ان سيادة الرئيس بدأ يفتح المعابر، بدأ يرسل معونات الى قطاع غزة، بدأ يستقبل المصابين من غزة وفتح المستشفيات في شمال سيناء. فعايز اقول ان مصر بدأت تبان دورها المحوري ومسؤوليتها في المنطقة، ومن هنا قدرت امريكا الدور المصري. وانا سعيد جدا. ليه؟ احنا لازم نرجع، الرئيس السادات هو اول واحد قال ان حل المشكلة في المنطقة 99% في يد الامريكان. انا لست متحيز لامريكا، ولكن احنا متحيزين لتحقيق الاستقرار في المنطقة. وما فعله جو بايدن وتقديره النهاردة الجديد لمصر ورئيس مصر، وان هتصبح مصر زي ما قال النهاردة بلينكن انها شريك رئيسي في الحلول في المنطقة. بدأت مصر النهاردة تفكر انها عايزة تعمل مؤتمر مشترك تدعو فيه الاسرائيليين والفلسطينيين
لحل المشكلة. وأعتقد أن جو بايدن لما طرح حل الدولتين هو ده احنا كنا عايزين، وكان طبعا الكلام ده مطروح من كام سنة، وكان في شوية مشاكل متعلقة بعودة اللاجئين، مشكلة المية، حدود هذه الدولة هتبقى فين، شكل المستوطنات اللي عملتها اسرائيل داخل الضفة والقطاع، حجم القوات العسكرية الفلسطينية هتبقى شكلها ايه، التسليح ايه، القوة نقول البوليس بتاع الفلسطيني هيبقى شكله ايه، كل الكلام ده كان هيبقى تحت مناقشات. ولكن هتبقى اهم مشكلة وهي العاصمة، لأن لما جاء طبعا ترامب غير المفهوم. ولكن هنرجع تاني للدولتين، دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية، ودولة إسرائيلية عاصمتها القدس الغربية. وطبعا أهمية حتى لما حصل المشكلة بتاع مناقشة العاصمة، كان في رأي بيتقال طب ما تبقى القدس زي الفاتيكان زي روما، بتبقى عاصمة لكل الأديان فيها. ولكن احنا فعلا سعداء ان بدأت امريكا تشعر بقيمة الدور المصري وقيمة الرئيس المصري. واعتقد زي ما اتقال النهاردة من بلينكن ان مصر هتبقى الشريك الاساسي لحل هذه الصراعات. قال كمان انه العيش في امان والاستقرار للفلسطينيين. انا صوتي احمد مش سامعه، النبي يا ريت يعلو الصوت شوية، انا مش سامعك بصعوبة. يعني حاجة سمعني كده بصعوبة؟ والله بصعوبة. بلينكين قال النهاردة بشكل واضح انه استقرار وامن للفلسطينيين والاسرائيليين، مصر هي الدولة المحورية التي ستقوم بذلك. يعني بيقول ما معناه انه مصر هي اللي هتقدر تتعامل مع الدولة مع الاثنين وتؤدي الى هذا الاستقرار. اصل الكلام ده مش كلام يا احمد. احنا عملنا كده الفترة الاسبوعين اللي فاتوا. نعم. مين اللي اوقف اطلاق النار في المنطقة؟ هي مصر طبعا بمساعدة الجانب الامريكي. طبعا مين اللي دفع المساعدات؟ مين اول دولة قدمت مساعدات للشعب الفلسطيني؟ هي مصر. مين اللي فتحت حدودها عشان تستقبل الجرحى؟ هي مصر. فمصر النهاردة قدمت مش بالكلام، بالافعال في الفترة اللي فاتت. فعشان كده انا واثق ان الفترة القادمة ان امريكا هتدي دور رئيسي لمصر في المنطقة. وعشان تدي هذا الدور لازم تساعد مصر على استقرارها وعلى استقلالها. عشان كده انا واثق ان امريكا هتبذل جهد كبير جدا في الفترة القادمة للضغط على اثيوبيا، وان احنا نعيد المباحثات اللي كانت تمت بين اثيوبيا وبين السودان وبين مصر في واشنطن الفترة القادمة لعدة 3 شهور، وانها هتحاول على حل المشكلة الليبية. كل ده يا احمد بهدف تحقيق الاستقرار في مصر، لان امريكا اخيرا والحمد لله توقعت او قدرت تحدد حجم الدور المصري وقيمته، وعادت مصر مره اخرى دوله قويه محوريه في المنطقه. ايه الرساله من تدريبات مصر السودان حماة النيل المستمره حتى نهايه هذا الشهر، ايضا تدريبات مصريه اماراتيه، ايضا تدريبات لاول مره مصريه باكستانيه؟ شوف يا احمد، مصر هي او القوة العسكرية المصرية هي اكتر دولة بتنفذ تدريبات عسكرية في العالم. واحنا ما بنطلبش ان احنا نتدرب مع حد. الناس دي كلها هي اللي بتطلب تتدرب معانا. ليه؟ واحد، احنا النهاردة القوة رقم 9 في العالم بالنسبة للتقديرات العسكرية. رقم 2، مصر عندها احدث قطع عسكرية موجودة سواء في البحرية او الجوية او. رقم 3، مصر عندها خبرة قتالية. احنا واسرائيل الدولتين الوحيدين اللي في العالم لدينا خبرة قتالية في حرب حقيقية سنة 73. انجلترا اخر حرب دخلتها سنة 45، لكن احنا اللي عندنا. الحاجة الرابعة المهمة ان مصر بتعتقد العقيدة العسكرية الشرقية، ولكن كل الدول التانية معظمها غربي. فما بيجي يتدرب معاك بيتدرب على شكل جديد. تخيل ان امريكا لو عمل تدريب مشترك مع فرنسا، ما الاثنين زي بعض، عقيده هنا غربيه وهنا غربيه، لكن بيجي بيتدرب معاك انت عقيده مختلفه، اللي هي العقيده الشرقيه، اللي هي العقيده الروسيه، اللي هي بتماثل العدو بتاعهم. فبيلاقي شكل جديد من الاشكال في هذا الموضوع. عشان كده كل هذه الدول النهارده يا راجل، باكستان جاي عندك هنا عشان تتدرب مع قوات الدفاع الجوي المصرية، لان احنا عملنا جهد كبير في حرب اكتوبر 73، والدفاع الجوي المصري حقيقي من احسن القوات اللي عندهم خبرة في هذا المجال. النهاردة الامارات ده التالت تدريب بتالت سنة، انت عملت تدريب الاسبوع اللي فات في تونس مع 13 دولة بحرية في العالم
بتنفذ هذه التدريبات. السنة اللي فاتت احنا عملنا تدريب بحري في البحر الاسود في روسيا وطلعت قواتنا البحرية وعدت البوسفور والدردنيل واتدربت على مجان. احنا القوة البحرية بتاعتنا السادسة في العالم. عشان كده النهاردة انا بعتقد ان كل الدول بتسعى للتدريب. نخش بقى على حماة النيل. حماة النيل لازم يا احمد الناس يبقى عارفة ان الامن القومي في السودان هو جزء من الامن القومي المصري. وان احنا مصر لن تقبل باي اهتزاز في الامن القومي السوداني لانه اثر على مصر. واحنا شفنا لما حصل فيه اهتزاز الحمد لله بعد ازاحة البشير بدأت تعود العلاقات المصرية السودانية الى ما سابق عادها. احنا مش بنعمل حاجة جديدة. احنا زمان كان في بيننا وبين السودان اتفاقية دفاع مشترك وكان في تدريب مشترك وكانت القوات السودانية موجودة بتحارب معانا في حرب 73 وحرب الاستنزاف. احنا رجعنا تاني النهاردة تدريب مشترك لان احنا حاسين ان السودان في خطر. السودان لازم ترفع مستواها العسكري. حجم التدريب المشترك المرة دي بتاع حماة النيل بحجم قوات كبيرة. عندنا قوات برية اللي هي مشاة والمدرعات والمدفعية وخلافه. عندك قوات جوية وعندك قوات دفاع جوي. ثم هيبقى في تمرين بحري في البحر الأحمر لأن أنت والسودان مسؤولين على تأمين المجرى الملاحي في البحر الأحمر عشان قناة السويس. وإن احنا النهاردة وإنت قلت من شوية على جيبوتي النهاردة باب المندب أصبح مهدد لأن في إيد الحوثيين والحوثيين تحت سيطرة إيران. فمن هذا المنطلق كله ده دور مصر في التعاون والتدريب المشترك مع السودان تحت بند حماة النيل. هل القوات اللي موجودة فعلا في السودان للتدريب هي أكبر قوات خارج الحدود منذ حرب الخليج؟ بالضبط. احنا حجم كبير من القوات موجود هناك ولكن برضو ما ناخدش الموضوع ان احنا بنهدد حد. احنا ده تدريب مشترك لرفع كفاءة القوات المسلحة السودانية. وان احنا بنتدرب على اماكن جديدة ومسرح عمليات مختلف عننا. فما ناخدش الموضوع بصورة اخرى. هم هناك في الجانب الاخر بيصوروه ان ده تهديد لنا لكن لا. وانت عارف كان سيادة الرئيس واضح ان حل مشكلة المياه لسد النهضة يجب ان يتم من خلال المباحثات والتفاوض السياسي لنصل الى حل يرضي جميع الاطراف. احنا كان عندنا نسور النيل واحد واثنين كان عندنا نسور النيل واحد واثنين الشهر اللي فات. وكان عندنا كمان رئيس الاركان طلع بوفد عسكري كبير وعملنا بروتوكول جديد لتدريب القوات السودانية. القوات السودانية برضو قعدت فترة بتحارب في جنوب السودان وفترة الثورة اللي قامت. فكان لازم احنا نساعد القوات السودانية على رفع مستواها وتدريبها لان برضو بنقول ان الامن القومي في السودان هو امن قومي مباشر لمصر. بشكرك شكرا جزيلا لواء دكتور سمير فرج كل التحية لحضرتك. تعالوا نتابع مصر جيبوتي. مصر جيبوتي وطبعا زي ما بقول لحضراتكم دعم لجيبوتي شعب جيبوتي بتوجيهات الرئيس لنقل مساعدات طبية وغذائية إلى جيبوتي. نتابع ثم أعود لحضراتكم. استمرارا للدور المصري الرائد عربيا وافريقيا ودوليا وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه اقلعت طائرتان نقل عسكريتان من قاعده شرق القاهره الجويه محملتين بكميات كبيره من الادويه والمستلزمات الطبيه والمواد الغذائيه المقدمه من جمهوريه مصر العربيه الى دوله جيبوتي الشقيقه. من جانبه أعرب الجانب الجيبوتي عن تقديره للجهود المصرية الكبيرة ومساندتها للشعب الجيبوتي مؤكدين على أهمية تلك المساعدات في تخفيف الأعباء عن كاهل مواطنيها ودعم الجانب الجيبوتي في مواجهة التحديات التي يواجهها.
يأتي ذلك في إطار دعم وتضامن مصر مع شعب جيبوتي الشقيق في مختلف الظروف، وتأكيدا على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين الشقيقين. نرجع مع حضراتكم مرة تانية واحنا بنتكلم على جيبوتي، بقول لحضراتكم أهمية دولة وأهمية طبعا العلاقات، دولة شقيقة، مكانها المهم، تهديدات اللي بتتعرض لها منطقة تحديدا باب المندب، ميليشيات الحوثي اللي هي بتقوم بتهديد لهذه المنطقة، وبالنسبة لنا هذا المكان أمن مائي مصري، بمعنى هو مدخل قناة السويس، ومصر لابد أن يكون هذا المكان مؤمن، ولابد أن يكون هذا المكان حركة الملاحة العالمية لا تتأثر على الإطلاق في هذا المكان. فجيبوتي واحدة من الدول، اليمن في الجانب الشرقي وجيبوتي في الجانب الغربي من باب المندب اللي قدام حضراتكم على الخريطة. فإذا هذه الدولة لها مكان مهم وتأثير مهم، وكمان لها حدود مع إثيوبيا، مع إريتريا، مع الصومال، وبالتالي زي ما بقول لحضراتكم الوضع يعني مهم في هذا المكان وهذا التحرك مع جيبوتي في ظل يعني المنطقة والتهديدات الموجودة بشكل عام في المنطقة، ويعني محاولات بسط النفوذ كان فيها من سنوات سفن هنا بتتعرض لمشاكل ضخمة، عمليات يعني ياخدوا سفن عشان ياخدوا فلوس، ويعني كان في تهديدات كبيرة في هذه المنطقة من سنوات طويلة. النهاردة الكلام ده مبقاش موجود لأنه في قوات كتيرة، قوات موجودة كتيرة في هذه المنطقة وتحديدا في جيبوتي تحديدا عشان تأمين حركة الملاحة، وأيضا تأمين حركة السفن اللي هي بتكون في هذه المنطقة، وقدامهم خليج عدن بيكون في أكتر يعني أكبر حركة نقل بحري في هذا المكان، عشان كده لها أهمية كبيرة. والعلاقة زي ما بقول لحضراتكم المصرية الجيبوتية وعلاقة الرئيسين في هذا الشأن، ودايما مصر يعني مع الأشقاء والأصدقاء دعم كبير دائما للأصدقاء والأشقاء. مجموعة من الجيش الإثيوبي كانوا موجودين في بعثة أممية، وقرروا فجأة كده انه خلصوا المدة بتاعتهم انضمام للأمم المتحدة، وقالوا ان احنا مش عايزين نرجع إثيوبيا. مجموعة من الجنود الإثيوبيين اللي كانوا في البعثة الأممية في جنوب السودان او في دارفور، فقالوا احنا ايه، لا لا لا، عايزين نقعد هنا، ويا حبيبنا في السودان لو سمحتوا ادونا لجوء سياسي. عدد من الجنود زي ما حضراتكم شايفين كده ادونا لجوء سياسي عشان احنا مش راجعين تاني إثيوبيا، لانه إثيوبيا فيها دلوقتي تطهير عرقي ويعني قتل وتصفيات على الهوية وعلى يعني المشاكل اللي حاصلة في مختلف الأقاليم، مفيش استقرار، الأوضاع داخلية ملتهبة، كل شيء مشاكل، مجاعة، كل هذه الأمور، خلينا احنا قاعدين هنا في السودان مش عايزين نرجع إثيوبيا. زي ما حضراتكم شايفين كده قررت المجموعة اللي قدامكم دول انهم يستقروا في السودان ورفضوا العودة الى بلدهم. خلي بال حضراتكم رسالة هنا ايه، لما يبقى يعني في مواطن بياخد قرار زي كده، هو شايف الوضع في بلده شكلها ايه، هنا بكلمك على جنود في الجيش الإثيوبي انهم يرفضوا العودة لبلدهم مرة اخرى نتيجة السبب اللي اتكلموا عليه، سبب الاوضاع، حالة الفوضى وعدم الاستقرار اللي حاصل في إثيوبيا. محدش عارف إثيوبيا بكرة هتبقى فين، بكرة هتبقى يعني بلد جمهورية فيدرالية ولا هتبقى مقسمة لعدة دويلات كما يتم في هذه المرحلة نتيجة للصراعات الداخلية والطائفية ويعني في كافة الأقاليم الإثيوبية. وده اللي مؤدي هنا إنه أبي أحمد مش عارف ياخد اي اجراء. ابي احمد دلوقتي اجل الانتخابات اللي كان المفروض تبقى الشهر ده، الشهر اللي جاي يعني شهر يونيو، اجلها نتيجه لهذه الاوضاع الصعبه، وبالتالي عنده مشاكل كتيره عايز يحل هذه المشاكل. بالمناسبه حل هذه المشاكل عايز يعمله على حساب مصر والسودان، اللي هو ايه، ان احنا يبين نفسه امام الشعب الاثيوبي في المنتصر، ملينا ملء التاني، وبعدين بقى فرضنا ارادتنا على مصر وعلى السودان ورفضنا المجتمع الدولي واحنا حلينا مشاكلنا. فهو عايز يعمل يعني الشعب الاثيوبي
بكل أقاليمه تبقى وراه. كل المؤشرات بتقول إذا جرت انتخابات القادمة أبي أحمد هيخسر الانتخابات. كل هذه المؤشرات بتقول من داخل إثيوبيا إنه لن يفوز انتخابات قادمة. فهو عايز يعمل عمل كبير اللي هم بيصفوه عمل كبير بالنسبة لهم، ملء السد المرة الثانية، الملء الثاني اللي هو الشهر اللي جاي يعني 7 و8، وياخد فيه الحصة اللي هو عايزها اللي هو 13 مليار متر مكعب، وإنه بكده يكون اللي قاله لإثيوبيا للشعب الإثيوبي حققه. هو ده اللي عايز يوصل أبي أحمد لده. هدف أبي أحمد من كل ده مع مسألة سياسية داخلية يحصل بها على أصوات الشعب الإثيوبي، في حين أن هذا السد لن يستطيع توليد كهرباء في شهر 8 زي ما قال. هو قال أن احنا نولد كهرباء في شهر 8. كل الناس اللي بيشتغلوا في هذا الملف جوه وبره وفي أي حتة قال لك أصلاً مولدات بتاعته مش شغالة. طب هيولد كهرباء إزاي؟ هو أصلاً مولدات مش شغالة. يبقى العمل إيه؟ تخزين مياه فقط. يبقى مفيش توليد كهرباء قريباً، لأن هو قال هنولد كهرباء السنة اللي فاتت على فكرة. يعني السنة اللي فاتت قال سيتم توليد كهرباء في 2020، لم يتم توليد كهرباء 2020. قال هنولد كهرباء في شهر 8/21، من دلوقتي لن يتم توليد كهرباء في شهر 8 الجاي. يبقى الموضوع بالنسبة له مع مسألة داخلية سياسية، وفي نفس الوقت إن أنا أصدر أزمة كبيرة لمصر والسودان. أبي أحمد نفسه النهاردة وأنا بقول لحضراتكم إنه يعني يحصل أي شيء لهذا السد عشان يستغله ويستفيد منه، وبالتالي يكون بالنسبة له ورقة رابحة في الانتخابات القادمة. لأن كل المؤشرات بتقول إنه يعني لن يفوز في الانتخابات القادمة، نتيجة للصراعات الداخلية، نتيجة اللي عملوا فيه تجراي، ونتيجة للحرب، نتيجة لقتل الناس وتصفية الناس والحالات اللي حصلت، تطهير عرقي وعملية اغتصاب، ودخل إريتريا كمان معاه عشان تقتل في الشعب الإثيوبي. انت متخيل يستعين بدولة كانت دولة بالنسبة له عدو، كانوا هم أعداء هم الاثنين، لما يدخلهم عشان يقوموا كمان الإريتريين بتصفيات وتصفية حسابات وكتيرة جدا. عشان كده أمريكا لما عملت عقوبات فرضتها على إثيوبيا وعلى إريتريا نتيجة لما جرى فيه تجري. فإيه اللي جاي في هذا الملف؟ إيه المسألة؟ واضح موضوع أنه الملء الثاني زي ما اتقال امبارح، واضح أنه في تضارب كبير، حدش عنده معلومة حقيقية هل عملوا ملء ثاني ولا لأ. امبارح بدايته اللي هو 6 مايو زي ما قال احد مسؤولين في الوفد المفاوض السوداني ولا لا، بعد كده اخبار طلعت قال لا ما حصلش ملء ايضا من داخل السودان من ناحيه سد الروسيرس اللي هو اول سد بعد الحدود الاثيوبيه. ايه اللي تم وايه اللي هيتم؟ الميه دلوقتي او الامطار حاليا ما فيش امطار حاليا، الامطار هتكون ما الشهر الجاي يعني نص شهر 6 تبدا الامطار، ولكن بغزارة في شهر 7 وشهر 8، شهرين هم اللي يكون فيهم أمطار غزيرة، هم منتظرين هذا الوقت. ولكن قد مع بداية الأمطار اللي في شهر 6 يبدأ أيضا تخزين، بحيث يصل لشهر 7 يكون خزن هذه الكميات. لو في نسب محددة بتنزل أمطار في هذه التوقيتات يقدر يحجز كم مليار في شهر 6 ويكمل في شهر 7، يجي لنا في شهر 7 ولا كذا. أنا بقول لكم قد، إن هو دي توقعات كمان زي ما عمل السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت عمل الملء في شهر 6 وجه في 7 قال لك إن أنا مليت الملء الأول، ممكن يعمل كده السنة دي. بس المرة اللي فاتت كان بيتكلم على 4.5 مليار، النهاردة بيتكلم على 13.5 مليار متر مكعب مية، ما يقدرش يملاهم في شهر 6 عشان كمية الأمطار في ذلك الوقت مش هتبقى هي كافية. لكن 7 ممكن لو ملى جزء في شهر 6 يكمل الكمية اللي عايزها في شهر 7، ومش محتاج حاجة في شهر 8 تاني. وبالتالي هو التعليق اللي عملها النهاردة، هل التعليق دي تقدر توصله يملى 6 و7؟ هو ده الكلام، هل عمل تعليق كاملة توصله لهذا الأمر ولا لا؟ طيب هل هيقفل بوابات؟ ما يقدرش يقفل بوابات مدى الحياة، لأنه في الآخر هيبقى عنده في فائض هائل من الأمطار، فلازم يفتح عشان ايه؟ المية دي تعدي. اذا هو عايز يولد كهرباء يولد كهرباء بيه، لازم مية تعدي، بس بأي كمية وبأي نسبة؟ طب بوابتين بس اللي هم مفتوحين، وكان طبعا الكميات دي هتبقى قد ايه؟ بتكفي مصر والسودان ولا لا؟ لا طبعا مش هتكفي لا مصر ولا السودان.
وهيكون التأثير الأكبر في البداية على السودان، وهم معترفين بده، إنه التأثير الأكبر علينا عليهم هم في السودان، وإحنا مصيرنا معاهم. خلي بالكم مش إحنا بنقول السودان وبالتالي مش تأثير علينا، لا، إحنا مصيرنا مع السودان، اللي هيأثر عليهم يأثر علينا. عشان كده موقفنا معاهم موقفنا داعم ليهم، وهم داعمين موقفنا. إحنا في الآخر عايزين إحنا الاتنين نصل لاتفاق واضح قبل ما يكون في أي ملء تاني. سيادة الرئيس النهاردة اتكلم على الدور الأمريكي مع بلينكن، إنه دور أمريكا هيكون مهم، عشان كده بنطلب إنه أمريكا تدخل في هذا الموضوع. إثيوبيا متحدث باسمهم الخارجية دينا مفتي اتكلم امبارح وقال إحنا مش هنقبل أي دولة أخرى، إحنا بس مع موقفنا المبدئي الخاص بالاتحاد الإفريقي، وقال إن إحنا رايحين الملء التاني في الموعد المحدد، وقال إن إحنا هذا موقف وعمل كده مش هنغيره. هو قال كده بالظبط وعمل بالظبط كده، مش هنغيره، قال مش هنغيره، موقفنا واضح، يعني عمل كده في مؤتمر صحفي امبارح. فهم اثيوبيا رايحين لده وبيصدروا دينا مفتي عشان يعمل لنا قدامك اهو، يعني هو بيتكلم امبارح بهذه الطريقه، رايحين للملء الثاني في المواعيد المحدده، ويعني لن نقبل باي تاخير، وهذا امر متفق عليه، وبعد كده عايزين ادهو بالظبط دي الحركة اللي قال فيها مفيش أي تأخير على الإطلاق، إحنا رايحين في المواعيد بتاعتنا، وإن إحنا عايزين كل الأمور والتفاوض من خلال الاتحاد الإفريقي. ماذا يحدث إذا أمريكا حصل يعني هذا الدخول وهذا والتفاوض من جانب أمريكا؟ أمريكا بتتكلم على حل دبلوماسي، تأكيداتهم بالكامل الرئيس جو بايدن مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في مكالمة يوم الاثنين بيتكلم على حل دبلوماسي، بلينكن بيتكلم على حل دبلوماسي، متحدثة باسم الخارجية الأمريكية اللي كانت معانا من شوية اتكلمت أيضا على جيرالدين، اتكلمت معانا أيضا على الحل الدبلوماسي، وإنه هو ده الطريق اللي أمريكا بتشتغل عليه واللي هو يجب أن يكون تاني. وأنا حتى يمكن وأنا بسألها بقول لها يعني لو أنتوا عندكم في أمريكا هتعملوا إيه، ناس عايزين يقطعوا عليكم المية، هتتعاملوا إزاي مع هذا الأمر؟ فكان ردها احنا ايضا هنتكلم في حل دبلوماسي، واحنا ما نتكلم في حل دبلوماسي كمان، احنا مصر من البدايه محدش اتكلم على اي حلول اخرى بالمناسبه، احنا عايزين نصل لاتفاق باي شكل وباي طريقه، محدش اتكلم على حاجات تانية خالص، يعني كل الاوهام اللي عند اثيوبيا دي مش موجوده نهائي. هو عايز يصدر العالم انه مصر والسودان بيعملوا تدريبات دي عشان لا ما حد، احنا بنعمل تدريبات دي عشان اشقائنا في السودان، ملهاش علاقه، ما فيش اي شيء خاصة بتعاون مصري سوداني عسكري مشترك، تدريبات زي بنعمل تدريبات مع دول العالم كلها، فأمر مهم، والسودان بالنسبة لنا أمن قومي، عمقنا الأمن القومي مع السودان، ولازم عندهم جيش قوي وتدريبات ياخدوها على أعلى مستوى. وطب احنا مصر لازم نعمل ده، وده دور الدولة المصرية، وعندنا اتفاقيات وتعاون مشترك وكل شيء مع السودان، واللي يهدد أمنهم بيهدد أمننا، واللي يهدد امننا يهدد امنهم، لان هناك هو ده التعاون ما بين البلدين، هناك مش علاقه، لا ده احنا حاجه واحده، وادي النيل مصر والسودان. فهذه مسائل غير موجهه لاحد، يعني التدريبات اللي بتتم لا نسور النيل واحد ولا نسور النيل اتنين ولا حماه النيل، التلاته كلهم نيل، خلي بالك التلاته كلهم نيل، نيل الله، هو النيل ده لو حصل فيه تهديد ما لازم محتاج حماية النيل، يعني لو حصل تهديد للنيل طبيعي. طب اثيوبيا اللي بيهددها ما هو بيعمل ده، طب انا اذا لقيت عندي طبيعي لازم احمي حاجتي بحميها، وده مسألة مش ضد حد، ليس موجه وليست موجهة ابدا هذه التدريبات لاي احد على الاطلاق، هي هدفها تحقيق الامن والاستقرار، هدفها لما يبقى عندك قوة كبيرة وقوة عسكرية لازم تبقى عندك جيش قوي، جيش قوي معناه ان الامن والاستقرار، انه محدش يعتدي عليك، محدش يقدر يعتدي عليك، والقوة تحقق الامن، القوة تحقق السلام، القوة تحقق العدل، تحقق العدالة، ما هي هو بتبقى رسائل كده. تاني يبقى عندك أمور كثيرة جدا تحتاج أنه طبعا بيبقى موجود الكلام ده في العالم كله على فكرة، من أول أمريكا وروسيا، أمريكا وروسيا والصين لما يبقى عندهم أي حاجة من بعض بيعملوا إيه؟
تروح روسيا عامله لك تدريبات رهيبه وتقول لك احنا ويعمل تدريبات ويعمل شو جامد جدا، شغل جامد جدا يعني تدريبات. ده كانوا لسه عاملين تدريبات في من كام يوم كده، حاجه يعني مش عايز اقول لكم قد ايه. الصين من يومين بتتكلم على على تطوير اسلحتها. امبارح روسيا بعت قاذفات استراتيجيه لاول مره لقواعدها العسكريه في سوريا. قاذفات استراتيجيه روسيا امبارح قال لك لاول مره القاذفات دي اللي هي مش عارف تعمل ايه. الدول بتتكلم كده، دول النهارده بتتكلم كده. لو ده ما عندوش قوه وده ما عندوش قوه كان بقى فيه العالم ده كان انتهى زي ما كان هينتهي قبل كده، كانوا هيستخدموا سلاح نووي. لازم فيه القوة لازم تبقى قوة معاه، بس القوة دي ما تبقاش موجهة لحد، بس تبقى موجودة القوة، قوة في أي وقت بالمناسبة. لأن القوة تؤدي إلى إيه؟ تاخد حقك بسلام وبعدل وبقانون. العالم كله، أنا بكلمك هنا على العالم. تفرض إرادتك أنت. بالمناسبة مصر عمرها ما اتكلمت إلا في سلام، ودايما مصر تتكلم على سلام، تمد ايديها للكل ونحقق السلام. دايما تتكلم كلام مصر واحد، بالمناسبه ما بيتغيرش، واحد اهو نتكلم على سلام. عايزين نصل لايه النهارده؟ الرئيس النهارده مع وزير الخارجيه الامريكي، اول امبارح مع الرئيس الامريكي، قبله مع الرئيس الفرنسي، قبله مع الروس، بعد كل هو ملفنا الرئيسي كده. عايزين نصل لحل، لان لازم يبقى في حل. على فكره لازم يبقى في حل، ولازم يبقى في اتفاق، ومش مسموح ما يبقاش في اتفاق. يعني اذا انت وصلت في واشنطن لاتفاق، اذا وصلت لده واحنا وقعنا، وزير الخارجيه سامح شكر وقع، يعني كان الموضوع خلص وهم ما رضيوش يروحوا ايضا عشان ياخد مجال اوسع واكتر. كنا خلصنا الموضوع، لو كان تم الاتفاق ده بتاع واشنطن كان الموضوع خلاص خلص. طب هل انت كمصر رافض تنميته؟ لا، ده انا بقول له بالعكس، ده انا عايز اعمل وعايز، ده احنا عرضنا عليهم حاجات كتيره. مصر عرضت، ده مصر شاركت وبتشارك مع الدول الافريقيه وبتساعدها ان احنا نبني لهم. ده احنا في تنزانيا لسه وزير الاسكان كان من يومين ثلاثه في تنزانيا، بنعمل اكبر سد في تنزانيا داخل تنزانيا. ما عندناش مشاكل، احنا بنتعاون مع كل الدول بما فيها اثيوبيا. ولكن هذا الامر كمان هم لازم يبقوا عندهم حسن النوايا. حتى الان اثيوبيا ليس لديها لا اراده سياسيه ولا حسن نوايا، هو كل اللي بيعملوه النهارده معادات الشعبين المصري والسوداني. طب احنا ضد الشعب الاثيوبي؟ مش ضده، عايزين يبقى في تنميه. واحنا رحنا اثيوبيا كذا مره وشفنا البلد وشفنا الناس، الشعب ده عايز يعني كتير بقى سنوات طويله، احنا عايزين يعيش وعايزين يبقى عنده تنميه ويبقى عنده كل حاجه موجوده. ولكن كمان ما يبقاش على ابدا حاجه تتعمل على حساب مصر ولا على حساب السودان، احنا بنتكلم بلغه واحده، مصر والسودان الاثنين، لا نفرق بين هنا وهنا. لانه اي اجراء بتاخده اثيوبيا سيؤثر على السودان وعلى مصر وعلى البلدين وعلى الشعبين. فلازم نبقى واخدين بالنا، احنا تحركاتنا محدده. وارجوكوا الناس اللي عمالين يتكلموا ويكتبوا على السوشيال ميديا وكذا ويعملوا فيها، ارجوكوا لو سمحتوا، ارجوكوا انا برجاء اهو، القوات المسلحه المصريه لها متحدث رسمي واحد، واي امر خاص بالقوات المسلحه بتصدر بيانات رسميه. محدش يكتب حاجه وهو قاعد كده وانت ما تعرفش بياخدوا الكلام اللي بيتكتب وانتوا بعض بيكتبوا بياخدوه ويقول لك بصوا بيعملوا ايه، بصوا بيعملوا ازاي. فارجوكوا لو سمحتوا زي ما كان بيحصل في فتره من فترات، ناس تتكلم وتتكلم على الجيش ومش عارف تحيا مش عارف ايه والمجهود، ما تقولوش. أرجوكوا أرجوكوا
يعني ما حدش ينسب أي أمر القوات المسلحة إلا من خلال مصدر رسمي، هناك صفحة رسمية للمتحدث العسكري تتحدث في أي بيانات، أي لقاءات، أي إجراءات، أي فيديوهات، أي تدريبات، أي تصريحات، أي 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 على هذه الصفحة، هذه صفحة رسمية. غير كده أي حد يقولك حاجة كذاب. القوات المسلحة عندها الصفحة الرسمية دي، أي إجراء بتعمله بيكون على الصفحة دي. يعني لا يعني بشكل واضح مفيش حاجة سرية. فتاني بقول لأن أنا النهاردة استفزني بعض التعليقات اللي أنا قريتها بشكل بصراحة. طيب أو طب مفيش حاجة حصلت، طب بعد كده شكلكوا إيه؟ وأنت عمال تقول الحق ده حصل ما حصلش حاجة. هو أنت بتجيب منين؟ بتفتي؟ وتاني محدش يتقول باسم القوات المسلحة. فهي الصفحة دي اللي يبقى عليها أي حاجة. تدريبات حماة النيل هتبقى على الصفحة دي، زي النهاردة تدريب الإمارات مع الصفحة. تدريبنا مع أشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الإمارات عندنا تدريبات معاهم على الصفحة. أما تنزل على الصفحة يبقى هو ده الرسمي. فيما عدا ذلك أبدا، أو ينزل بيان الأول بصور وبيان رسمي على الصفحة، وبعد كده يطلع لك فيديو، يجي لك الفيديو. فأي حاجة بتتعمل ما بتبقاش سرية. في وزارة الدفاع كمان، موقع وزارة الدفاع موقع رسمي أيضا، فإحنا عندنا موقع رسمية معروفة، متحدث عسكري ووزارة الدفاع، مواقع الرسمية. فأرجوكوا ناخد بالنا من الكلام، وناخد بالنا إنه حد بياخدنا يعني في سكة أو يكتب كلام مش مظبوط وينسبه للقوات المسلحة، لأنه خلي بالك دي مشكلة، دي مشكلة. عندك مصدرين، موقع وزارة الدفاع وموقع المتحدث العسكري. تعالوا نتابع التدريب المصري الإماراتي، إنه دي تبقى أهو عشان تعرف لما يبقى حاجة موجودة الدولة القوات المسلحة بتقول لحضرتك تفضل شوف، ما فيش حاجة سرية، ما نعملش حاجة سرية. نشوف. واصلت القوات المسلحة المصرية والإماراتية تنفيذ فعاليات التدريب المصري الإماراتي المشترك زايد 3، والذي تشارك فيه وحدات من القوات الخاصة لكلا الجانبين، وينفذ على مدار عدة أيام بدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد شهدت الأيام الماضية المراحل التمهيدية للتدريب، والتي تضمنت العديد من الأنشطة والفعاليات من خلال عقد العديد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم التدريبية وتنسيق الجهود وتحقيق الدمج والتعارف بين القوات المشاركة من الجانبين، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة العملية التي تم التخطيط والإعداد لها مسبقا، كذلك التدريب على أعمال الاستطلاع وأنسب أساليب القتال في المدن ومواجهة العناصر الإرهابية. ظهر خلال التدريبات مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مستوى راق واحترافي في تنفيذ كافة المهام، بما يعكس مدى ما تمتلكه القوات المسلحة لكلا الدولتين من إمكانات بشرية وفنية واستعداد قتالي عالي وقدرة على العمل المشترك لدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة. كنت بكلمكم دايما عن البي بي سي، ولسه اخرها من كام يوم، يمكن يوم السبت او الحد اللي فات ده القريب، وبقول لكم حكايه البي بي سي. ومن زمان بكلمكم على البي بي سي، وعملت هاشتاجات ضدهم كتير،
قلت لكم لا مهنيين وبيفبركوا وبيعملوا. قلت كده بقالي كتير بقول الحكاية دي، وناس تقول لي البي بي سي أقول لهم آه البي بي سي، ما أنا بشوفهم لما يبقى عندك كده تقلب تشوف بيعملوا إيه، خاصة بيبقى في أحداث يعني. كنت بتكلم وقتها على على العدوان على الشعب الفلسطيني، قلت لكم تغذيتهم كانت إزاي، حكيت لحضراتكم. بي بي سي مركزة قوي قوي معانا جدا، أي حد كان في السجن يخرج يعملوا معاه لقاء، أي حد ليه متهمين في السجون يعملوا معاهم لقاء، يعني أي مشكلة وخلاص يعملها لمصر. قلت لكم ما لهمش أي مصداقية ولن يكون لهم أي مصداقية مهما عملوا، خلاص موضوع مخلصان، لا مصداقية للبي بي سي. وتأتي فضيحة البي بي سي من داخل بريطانيا اللي بقالنا سنوات بنقوله، طلعت بريطانيا فضحت البي بي سي. حكاية بسيطة، أميرة ديانا، أميرة ديانا كانت في الوقت ده 95 اللي هي إيه، أي حتة في تتحرك الإعلام كله تكلم على الأميرة، صفحات أولى وأغلفة ولقاءات ويعني صور، حتى إنك تعمل مع الأميرة ديانا لقاء حاجة عالمية، ملايين يقعدوا يتفرجوا ويستنوا، وشهرة كبيرة. كانت الأميرة ديانا زوجة الأمير تشارلز ولي العهد، فإيه البي بي سي صحفي أو حد مذيع مغمور عمل حاجة عشان يعمل لقاء، زور خلي بالك، مش انا اللي هقولك ده، انت تسمع تقرير بتاعهم دلوقتي، ورق مستندات بنكية، بقولك عشان تبقى عارف بس الاكاذيب لما بيحبوا لما بيعملوها. اقنع اخو الاميرة ديانا انه القصر الملكي بيدفع مش عارف فلوس لمين عشان يراقبوها ويراقبوا تحركاتها وتصرفاتها وكذا وكذا وكذا. فاخوها اقنع الاميره انها ايه تعمل لقاء وتتكلم فيه عن حاجات بقى وعلاقات وبيحصل معاها ايه، وفي الوقت ده اتكلمت على حاجات كتيره، خيانات هنا وخيانات هنا، وتشارلز بيعمل مش عارف مع مين، يعني ايه قصه كان العالم في الوقت ده. بقول لحضراتكم كان حدث رهيب جدا يعني بالاعلام، كل الاعلام في الوقت ده كانت المقابله دي شهيره جدا. الصحفي ده طلع خد الشهره الكبيره دي، قعدوا يحققوا. بالمناسبه ديانا اتقتلت بعد سنتين من اللقاء ده، اتقتلت، حصل انفصال بعد كده مع ولي يعني ولي العهد وكذا، قصة كبيرة يعني. وهي في نفق تقريبا في باريس، كانت في الوقت ده دود الفايد وعلاقتها بدود الفايد وحاجات، ابن محمد الفايد الملياردير المصري المعروف. وفي العربية اتقلبت العربية، اتدمرت، ماتوا هما الاثنين في الوقت ده، كان حدوتة يعني. عملوا تحقيقات بي بي سي الحكاية، قالك آه ده الورق ده زوره المذيع بتاع البي بي سي عشان يستطيع خداع الأسرة عشان يحصل على اللقاء. اللقاء ده سبب إنه أدى إلى مقتل ديانا، اللقاء اللي هو اتعمل بطريقة التحايل والكذب، يعني يعمل البي بي سي تعمل شهرة وتعمل على حساب ناس أدت إلى مقتلها. هذه هي البي بي سي، عشان لما أقول لحضرتك لا أبدا مصداقية ليهم ولن يكون ليهم مصداقية ولا حد يصدقهم. في بريطانيا النهاردة فضحتهم بجلاجل، الشعب البريطاني والإعلام البريطاني كله والإعلام الدولي كله بيتكلم على فضيحة البي بي سي اللي هي تلف، اصل خلي بالك اصل هي بتبقى كده خلاص،
لدرجة أنهم النهاردة بيراجعوا قال السياسة التحريرية إيه والسياسة مش عارف إيه إيه، كل شوية يقول لك لم يحصل عندهم مشكلة مرة على مش عارف على بعض القضايا فقال لك براجع السياسة التحريرية، دلوقتي قال لك هنراجع السياسة التحريرية ونعمل تحقيقات ونعمل، وطلع المذيع عمل حاجات واتكلم واعتذار بس خلاص الموضوع عدى، الموضوع عدى خلصت. من داخل بريطانيا النهاردة بيتكلموا على عدم مهنية البي بي سي ولا مصداقية ليها والتحايل للبي بي سي عشان إجراء هذا اللقاء. تعال أسمعكم الحكاية من أولها، حصل إيه في الموضوع ده. فخلينا طيب خلينا طب قبل ما نروح نشوف الدكتور محمود الشرقاوي مدير دار الشفاء. دكتور محمود اولا مساء الخير يا فندم. عايزين نطمن الاول على الفنان شريف دسوق، وكمان الرئيس امبارح اهتمام بالفنان شريف وعلاج شريف نقل النهارده، ممكن تحكي لنا اولا حاله شريف فناننا الكبير شريف دسوقي حاليا اللي موجود عند حضرتك في المستشفى؟ هو طبعا بعد توجيهات سياده الرئيس ومعالي الوزيره زايد علاج استاذ شريف مستشفى دار الشفاء على فور على طول تم تشكيل فريق طبي متخصص لمناظره الحاله، وصل تقريبا الساعه 4 الفجر بدانا نتعامل معاه، فريق طبي متخصص جاهز من تشغيل الجراحه العامه والاوعيه الدمويه والبطنه والسكر والتغذيه العلاجيه. تم مناظرته وعملنا بعض الفحوصات المبدئيه والمعمليه والاشعاعات وقفنا على تشخيص الحاله، بدانا خط العلاج بتاعتنا وحاليا هو يتمثل العلاج يعني، واموره الحمد لله في تحسن يعني الحمد لله. نعم ال- ال- الحال ايه دلوقتي، حالته ايه يعني؟ طمنا نفسيا اولا وبعد كده طبيا، نفسيا طمنا عليه. نفسيا طبعا اكيد في يعني ما بعد العمليات الجراحيه اللي هو خضع لها طبعا في شويه اضطراب نفسي بسيط، بدانا نتعامل معاه فريق من الدعم النفسي توجيه معي الوزيره من الامانه العامه للصحه النفسيه كان موجود النهارده وتعامل معاه. الفريق الطبي اللي بيتعامل معاه لحد ما بينشر له جو من في جو من الود والتفاؤل معاه بحيث ان هو يعني نفسيا يبقى كويس. ورد النهارده معالي سياده الرئيس بعت مندوب بزياره له، طبعا هي ممنوع الزياره بس قدر ان هو وصلنا له رساله سياده الرئيس واطمنا له على صحته، اثرت عليه طبعا ايجابيا جدا، حالته النفسيه اتحسنت بنسبه كبيره. وشاكر طبعا وجه شكر لسياده الرئيس ومعالي الوزيره. وطبعا حس ان هو يعني في بلده بياخد خدمه كويسه وفي اهتمام، فبقى لحد ما اثر حالته النفسيه بشكل كويس. يعني النهارده سياده الرئيس بعت مندوب خصيصا لزيارته واطمنان عليه. بس احنا طبعا ممنوع الزيارات وفقا للراي الطبيب ده بشكل استثنائي يعني مش كده؟ تمام. نعم اطمئن عليه وحالته بقى يعني زي ما بقول كده انبسط يعني. ايوه نقدر طبعا انه اهتمام من الرئيس والناس كلها مهتمه بحالته بشكل واضح. تمام وفي طبعا في جزء كبير جدا من الفنانين والسياسيين حابين يزوروه، بس طبعا للاسف ممنوع الزياره دلوقتي عشان ما يتعرضش للانتكاسه او موضوع ان ما زلنا في جائحه الكوفيد حفاظنا عليه من العدوى. نعم صحيا يعني الوضع ايه صحيا؟ صحيا طبعا هو ما يعني يعاني من بعض الامراض المزمنه زي السكر والضغط، كان جاي لنا السكر شويه ملخبط والضغط، بدانا العلاجات بتاعتنا وبدانا العلاج حتى الان الحمد لله الارقام بتاعته ارقام كويسه جدا. التحليل للوظائف الكلى والكبد كانت عاليه شويه، بدانا علاجات اتحسنت واستقرت، بدا خضع لخطه علاجيه ونظام تغذوي مناسب، تعويض لبعض نقص العناصر المهمه في جسمه وعشان تحسن من الحاله المزاجيه وتحسن من حاله الجرح اللي عنده. نعم وبدانا خطه العلاج وطبعا ان شاء الله مستمرين يعني الحين تمثل الشفاء بشكل كامل باذن الله. هل في اي تطورات في الباتري، في حاجات هتتركب باطراف يعني ايه اللي بيتم؟ ما حاليا احنا في عنايه الجرح دلوقتي، احنا حاليا خطتنا هي عنايه الجرح بشكل كويس، بس الجرح ان شاء الله يلتئم بشكل كويس ويساعده ان شاء الله وتجهيزه لمرحله التاهيل ليتر اون بعدين يعني. ممكن يقعد دلوقتي قد ايه في المستشفى؟ حتى الان الخطه العلاجيه محطوطه تقريبا من 5 لـ7 ايام، وجاري يعني ان شاء الله تحديد الخطه النهائيه بعد المناظره الفتره الجايه. نعم احنا بنتكلم على علاج على نفقه الدوله مش كده؟ اكيد طبعا توجيه علاج ونفقه الدوله.
وكل الرعاية من جانب حضرتك وكل الطاقم الطبي اللي موجود في دار الشفاء. أكيد طبعاً طبعاً. سادة متخصصين وهنا على مستوى بيتابعوا حالته باهتمام بالغ. هل يعني اهتمام حضرتك أرجو نقل إنه الشعب الناس كلها موجودة معاه، الناس كلها متعاطفة معاه، الناس كلها بتطمن عليه، كل الناس بتطمن عليه من الشعب، يعني يعني بعد سيادة الرئيس كل الناس كمان بتطمن عليه وبتبعت تحياتها ليه. طبعا بنوصل له الصوره، يعني يكفي ان الفريق الطبي بيتخانقوا على اللي اشتغل في الدور اللي هو فيه، يعني اللي هو محجوز فيه، عشان يقدروا يشوفوه ويتعاملوا معاه ويوصلوا له رسائل الحب للناس كلها. يعني هو فنان جميل ومشهور والناس كتير بتحب ادواره، فهو يعني كده كده ليه رصيد كبير عند الناس يعني. طيب دكتور محمود خلي سيادتك معانا، معانا كمان دكتور اشرف زكي. سياده النقيب مساء الخير يا فندم. الو سياده النقيب. طيب هنرجع تاني مرة تانية للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية. ودكتور محمود مرة تانية بشكرك مرة تانية، وتحياتنا للأستاذ فناننا القدير شريف دسوقي، كل التحية وشكرا لكم على هذا الدعم وأيضا على دوركم في علاج وعلاج شريف فناننا شريف دسوقي، واهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفنان كالعادة، يعني مش جديد على الرئيس، الرئيس كمان يعني في ناس، ولكن كمان لما يبقى في فنان عنده مش بيبادر على طول توجيه باتخاذ كل الإجراءات، واللي تم نقل فنان شريف من بيته إلى مستشفى دار الشفاء. دكتور أشرف زكي سيادة النقيب مساء الخير. مساء الخير استاذ احمد، اهلا بسيادتك. كان معنا الدكتور محمود الشرقاوي، بنطمن على فنان الكبير شريف دسوقي. حضرتك بتتواصل معاهم، بتتواصل مع الاسره، بتتواصل مع المستشفى؟ انا لسه كنت بتكلم مع اخوه من شويه، وفي وفد من النقابه كان عنده من شويه. وهو كويس جدا الحمد لله، وحالته المعنويه كويسه جدا، ويعني استقبلهم بترحاب شديد جدا وراضي بقضاء ربنا. والحمد لله الحاله كويسه مستقره الحمد لله. التحرك الدولة امبارح الرئيس على طول، انتوا كنقابة شفتوا هذا الامر ازاي؟ وايضا العلاج عن نفق الدولة، ايضا المتحد الخدمات الاعلامية وتحركها يعني ايضا. تفضل. مهما نقول مش هنلاقي كلام تدي فخامة الرئيس حقه، لان يعني في ظل كل المشغوليات والقضايا الكبيرة، ان سيادته يعني حط على 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 دائرة اهتماماته المشكلة بتاعت الفنان شريف دسوقي، فكل الشكر والتقدير باسم جموع فناني مصر من لفتة كريمة من رئيس عظيم، وهذه اللفتة رسالة برأي أو 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 يعني اهتمام القيادة السياسية بالقوى الناعمة. بصراحة هل كان عنده أي مشاكل النقابة تأخرت عليه؟ إنه بعض الناس كانوا بيقولوا هذا الأمر، وأعتقد إن أنتوا دايما ما بتأخروش عن أي حد، ده اللي أنا عارفه. بص يا أستاذ أحمد، عايز أقول لك على حاجة، يعني أنت عارف كويس جدا وفي ناس بتبقى غاوية كده يعني تظهر في المناسبات دي. احنا يعني والسيدة وزيرة الصحة موجودة وممكن تسألها. احنا بقالنا 4-5 أيام ونقلنا بالفعل مستشفى دار الشفاء. هي خلاص، وبعدين مشي. كان رافض يخش. قالوا لنا ان الحالة صعبة ولازم النقابة ما بتتأخرش، الأسرة الفنية ما بتتأخرش. ان بقى اي حد عايز يعمل بطولة ويقول لك النقابة، النقابة في الاخر مش أشرف زكي. النقابة هي بيت الفنانين. وهي بتشمل الفنانين والأسرة الفنية بخير، وأنا لما بعوز أي حاجة الأسرة الفنية بتبقى معايا. فطبعا يعني الناس اللي بتزايدة والناس اللي عايزة بقى تطلع يعني ما عرفش بيسموها إيه، فطبعا أنا ما عنديش تعليق على الكلام ده. طيب لكن شفت الناس، عاطف الناس كلها، مش يعني أو رئيس الجمهورية، ولكن كمان الناس كلها، الناس العادية متعاطفة مع الفنان شريف، شفتوا هذا الأمر إزاي؟ وإزاي نقلتوا هذه المشاعر كلها اللي معاه الى الفنان شريف لو وفد النقابه اللي كان موجود النهارده؟ والله بص، ده مش غريب على الشعب المصري، الشعب العظيم اللي بيقدر الانسانيات وبيقدر يعني اللحظات الصعبه دي، سواء كان فنان او كان مواطن حتى عادي. لكن طبعا شريف لانه فنان متميز واسعد الناس وقدم اعمال مهمه جدا وفي وقت متاخر يعني من العمر والسن. فطبعا ده يعني الحمد لله يعني استقبلته الناس بترحاب شديد جدا، وهو اخوه والوفد اللي راح النهارده ومن امبارح الزملاء، وانا بشكر فناني اسكندريه لانهم لعبوا دور مهم جدا جدا جدا، بدريه طلبه ومحمد مرسي وابراهيم الفرن ومصطفى بوسبيع والدكتوره رحاب، لان هم اللي اقنعوه بعد ما مشي من مستشفى دار الشفا ورجع تاني اسكندريه، اقنعوه بانه لازم يخش المستشفى.
وانا كان كلامي معهم واضح. آه. دخلوا المستشفى اللي انتوا شايفينها ملكوش دعوه بالمصاريف. آه. كلامي كان واضح معاهم ورسالتي اليوم كانت واضحه. ملكوش دعوه بالفلوس. انا عارف هعمل ايه. نعم. خلاص نعم. فالحمد لله هم دخلوا لي، لان طبعا كان الدكاتره لما شافوه قالوا ان الموضوع لو اتساب اكتر من كده هيحصل يعني ممكن اشياء يعني اصعب من كده بشويه. فالحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل. ومره اخرى النقابه والاسر في النيب خير وتشمل اعضائها، ولا مجال لاي مزايدات، لان في النقابه اللي بيزايد ده ما يزايدش على نقابه، لان دي في الاخر نقابه مش افراد. صحيح. طمنا على فنانة كبيرة دلال عبد العزيز، طمنا على حالتها الصحية إن شاء الله يا رب ترجع بالسلامة. صدقني إن الفنان حسن رداد والإعلامي رامي رضوان طلبوا إن هم بس اللي يتكلموا على الحالة الصحية، وطبعا احتراما مننا للأسرة وتقدير الأسرة ورأي الأسرة. أنا يعني ما عنديش أي كلام أقدر أقوله. لا، وده كلام يحترم. الحمد. موقف يحترم كمان إن طبعا. هي العيلة هي اللي تتكلم. طب بالظبط. فأنا بحييك كمان على أيضا احترمت طلب عائلة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز. بشكرك شكرا جزيلا سيادة النقيب دكتور أشرف زكي. معانا كمان دكتور سمير خليفة، مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا فندم. تحياتي مرة تانية، وبنتكلم على فنان القدير شريف دسوقي، وأنا أعتقد لحك رأي في هذا الأمر أو تابعت الحالة إزاي، وللناس كلها متعاطفة معاه كمان. أهلا وسهلا. والله دوت فنان كندراني والراجل مميز وحصلت له مشكلة، فإحنا عندنا مركز الأطراف الصناعية ومركز على أعلى مستوى، فإحنا بنقدم له الطرف الصناعي المطلوب، ودوت مش تبرع، ده هدية من مركزنا وعلى أحسن مستوى موجود في العالم، وإن شاء الله يرجع يمشي كويس ويكون بخير ويمارس حياته ويمارس شغله بصورة طبيعية جدا. دكتور سمير بتقول لي احنا بتقدموا الطرف الصناعي اللي مطلوب من عندكم ليه؟ هدية. ده هدية. نعم. ده هدية ليه، على اساس ان احنا ناس لنا في المجال دوت، وهو ده شغلنا ودوت نقدر نعمله بمنتهى المحبة يعني للرجل الخلوق الانسان الطيب من اسكندرية. هل تواصلتوا مع مستشفى ولا لا، ولا ننقل لهم يعني هدية حضرتك؟ إذا تكرمت حضرتك ونقلت الموضوع لي نكون شاكرين جدا. دلوقتي على طول هنكلم دكتور محمود الشرقاوي ونبلغه إنه حضرتك مكانكم فين أو مركزكم فين؟ إحنا مركزنا في اسكندرية قدام نادي سبورتنج على طول، ومركز معروف يعني على مستوى الجمهورية. تمام، حاضر. وانا بشكر حضرتك كمان على ايضا يعني المسانده والوقوف بجانب الفنان شريف دسوقي وتقديم هديه عباره عن الطرف الصناعي اللي هو مطلوب لحالته، ويعني منكم بشكرك شكرا جزيلا دكتور سمير خليفه. تعالوا نروح لاكاذيب بي بي سي، كيف خدعت العالم البي بي سي عشان تعمل حوار مع الاميره ديانا، واللي كان بعد هذا الحوار بسنتين الأميرة ديانا تتقتل في حادث عربية، في حادث سيارة، محدش عارف إيه اللي حصل سنة 97. عملت إيه البي بي سي؟ إيه فضيحة البي بي سي؟ شوفوها لو سمحتوا. رغم مرور 24 عاما على وفاتها، لا يزال العالم يلاحق كل معلومة صغيرة أو كبيرة تتعلق بديانا سبنسر أميرة قلوب الملايين. فكيف إذا كان الحديث عن مقابلة أجرتها أميرة ويلز وتضمنت ما قيل إنه خداع وتزوير وثائق، وأفصحت خلالها عن معلومات صادمة عن زواجها وحياتها الخاصة. باختصار ماذا حدث؟ عام 1995، أي قبل وفاة ديانا بعامين، بحادث غامض وفي خضم خلافاتها الزوجية مع الأمير تشارلز، أجرى صحفي في هيئة الإذاعة البريطانية يدعى مارتن بشير مقابلة تاريخية معها في برنامج بانوراما. 20 مليون مشاهد تابع المقابلة. ليس هنا الحدث، بل مضمون ما جاء فيها. فهي قالت بصريح العبارة إنه بوجود ثلاثة أشخاص في زواجها. في إشارة إلى علاقة تشارلز بكاميلا باركر بولز، واعترفت بأن لديها هي الأخرى علاقة غرامية.
لكن ما جديد هذه القضية حتى عادت إلى الواجهة خلال الأيام الماضية؟ The BBC management knew that Martin Bashir had lied and lied and lied and fabricated documents. The graphic designer asked to make fake documents. قبل عام تقريبا اتهم شقيق ليدي دي تشارلز سبنسر بشير بأنه زور وثائق لإقناع أخته بالمشاركة في المقابلة تضمنت كشوف حسابات تبين أنها مزورة، والهدف منها القول للأميرة أن أجهزة الأمن تدفع لشخصين في البلاط للتجسس على شقيقته. وقال شقيق ديانا: لو لم أرى هذه الكشوف لما كنت عرفت بشير إلى شقيقتي. كشوفات مزورة ومعلومات غير دقيقة وصلت للأميرة الراحلة، هل كانت سببا في مقتلها وكيف؟ يقول البعض إن المعلومات المزيفة التي عرضت أذكت شعور الأميرة بالارتياب، وربما أثر ذلك على قرارها بالتخلي عن الحماية الرسمية، ما قد يكون أسهم في مصرعها في حادث السيارة المشؤوم عام 1997. كيف تلقف ابن ديانا هذه التطورات؟ دوق كامبريدج الأمير ويليام ألقى باللوم على الإخفاقات في المقابلة مع والدته قائلا إنها كانت السبب في تدهور العلاقات بين والديه، وإنه حزين للغاية أن والدته لم تعلم أنها تعرضت للخداع. ودوق ساكس الأمير هاري انتقد بي بي سي قائلا إن التأثير المضاعف لثقافة الاستغلال والممارسات غير الأخلاقية أودى بحياة والدته. فضائح المقابلة والمستندات المزورة دفعت بي بي سي للقيام بتحقيق مستقل أتت نتيجته قبل أيام كالتالي: بشير لجأ إلى الخداع في تعاملاته مع الأميرة، وبي بي سي لم ترتقي إلى المستوى العالي من النزاهة والشفافية الذي يميزها خلال المقابلة المهمة. النتيجة العاصفة التي خرج بها التحقيق وضعت سمعة بي بي سي على المحك، فسارع مارتن بشير إلى الاعتذار قائلا إن تزوير كشوف الحسابات المصرفية كان تصرفا يندم عليه بشدة. وقدم المدير العام لبي بي سي تيم ديفي اعتذارا ورد فيه: بينما لا تستطيع بي بي سي الرجوع بالزمن ربع قرن، لكن يمكننا تقديم اعتذار كامل وغير مشروط. أرجع مع حضراتكم مرة تانية. بقالنا أسبوع كده كل الدنيا تتكلم على الفطر الأسود ومشاكله وبيعمل إيه والعين والبق والمناطق اللي فيها مشكلة، وبعدين الأبيض وبعدين الأصفر، فطريات اللي تمت الأيام اللي فاتت. دكاترة وعلماء بيتكلموا وبيقولوا، كل واحد بيقول رأيه، ولكن عندنا دلوقتي حالة في مصر تم الإعلان عنها. سيدة مصرية من محافظة الفيوم أصيبت. معانا بنتها أستاذة أميرة منير. أولا مساء الخير. مساء النور. ممكن تطمني الأول على الوالدة، أخبارها إيه دلوقتي؟ الحمد لله تمام، نشكر ربنا. طيب ممكن إيه الأعراض؟ يعني عرفتوا إزاي إنه والدتك مصابة بالفطر الأسود؟ هي كانت مصابة كورونا الأول؟ أيوة. إمتى؟ هي كانت من حوالي شهر كده أو شهر ونص كانت مصابة بكورونا، وبعدين خدت العلاج كانت كويسه جدا، يعني خفت، يعني كانت بتقوم وبتقضي في البيت وكانت تمام. بس فجاه كانت بتشتكي بقى من النص الشمال ان هو دايما عندها منمل وتعبها، فاحنا قلنا يمكن صداع او وجع عادي يعني. فما ركزناش بصراحه. فكنت بديها مسكن سواء انا او اختي. ف يومين ثلاث في الاسبوع هي بدات تقفل، وراحت جت من عند بابا في المستشفى. كان بابا برضو محبوس بسبب كورونا في المستشفى، كانت حالته صعبه شويه. بس ف جينا يعني متاخرين، فقالت لنا الحقوني ودينا الدكتور بسرعه، انا مش قادره اتحمل الالم. الم كان فين؟ الالم فين؟ في البق ولا العين؟ النص الشمال. لا كان في العين اكتر. العين اكتر. بس كانت العين خلاص يعني تقريبا يعني فتحها نص فتحه، كانت بتقفل خالص. نعم. بس فوديناها للدكتور البطنه، قال لنا على اشعه على المخ عملناها، وقال ما فيش حاجه. هي ممكن تكون نفسيه عشان زعلانه ان بابا في المستشفى. بس وجهنا علينا نروح لدكتور عيون ودكتور اسنان. فروحنا لدكتور الاسنان، قال لنا ما فيش حاجه لان كان عندها قرح في البق، فقال لا ما فيش حاجه. فروحنا لدكتور العيون، قال عندها العصب الثالث والخامس والسابع في مشكله. وهي مش شايفه بعينيها خالص، مش شايفه.
يعني العين كويسة وموجودة وتمام بس مش شايفة. فقال لنا نروح لدكتور مخ وأعصاب. فدكتور مخ والأعصاب سألنا يعني كان الكورونا وكده، رحنا قلنا له آه، فراح قال لنا ده القطر الأسود. فوجهنا بصراحة لدكتور أنف وأذن. لا كنت أول مرة تسمع عن حاجة اسمها الفطر الأسود؟ كنا بنسمع، حتى ما كناش نسمع عن الهندي فيها حاجة، لأن احنا كنا ملقومين مع بابا فما مركزناش يعني. فقال لكم عندها الفطر الأسود وعملتوا إيه بعد كده؟ فحولنا على دكتور سعيد عيد جمعة، دكتور أنف وأذن. بصراحة أول ما شافها اهتم بالحالة جدا، وقال دي مش أول حاجة، أول حالة يعني يشوفها، شاف حالات زي كده كتير ولازم يعمل عملية عشان يزيل الفطر. فعملناها وعطلنا حقن، بس قالنا هنجربها يعني الحقن دي رخيصة شوية. قالنا لو ما جاتش عليها هندي الغالي. عمل ايه العملية؟ شال ايه؟ شال الفطر. الفطر شال اي حاجة من العين او كده؟ لا لا لا، ما شالش اي حاجة من العين، هو شال الفطر من مكانه في التلويث الانفي. نعم. بس فلما خدت الحقن اللي هي رخيصة شوية تعبت جدا جدا جدا، عمل لها حساسية وراحت المستشفى، فبينا بنديها الحقن الغالية. والحقن الغالية نزلت البوتاسيوم عند ماما، وامبارح كانت محجوزة في المستشفى عشان البوتاسيوم كان نازل، وخدت حقن ونشكر ربنا بقت كويسة وجات البيت. طيب. احنا النهارده كنا عند الدكتور بنتابع التنظيف. بتتابع تنظيف العين وال... لا لا مش في العين، مش في العين، في الأنف. الأنف نعم. بس هو بابا كمان اتوفى من 16 سنة، هي ما تعرفش لحد دلوقتي. الدكتور قال لنا عشان صحتها ونفسيتها ما ينفعش البقاء. لا ربنا يرحمه. بابا توفى كورونا. توفى بكورونا. كان حالته اصعب من ماما. ايوه، لان بابا كان عنده ضغط وسكر وكان حساسيه على صدره وكان عنده مشكله في القلب. طب قولي لي ماما بعد ما خفت، بعد قد ايه اكتشفت انها الوضع اللي عندها مشكله في الجزء الشمال من الجزء الشمال اللي عندها بالكامل؟ يعني بعدها بحوالي اسبوع. بعدها باسبوع. لكن وهي وهي بتتعالج من كورونا ما كانتش عندها المشاكل دي؟ لا ما كانش عندها اي حاجه. هو حتى جالها سكر، بس السكر جه مع علاج كورونا. نعم. ايه اكتر حاجه كانت بتشتكي من يعني الالم؟ سنان، عين، مناخ، يعني المنطقه دي كلها كان فيها الم فظيع. هي ما كانتش بتشتكي من مناخيرها، هي ماما تقريبا فقدت الاحساس بالجزء الشمال، يعني تقريبا في احساس بنسبه 2%. هي ما بتقدرش تنبخ حاجه، لان يعني الدكتور عمل لها تنظيف في سقف الحلق، فسقف الحلق تقريبا كده محروم شويه. فما بتقدرش تاكل غير حاجات يعني طريه، يعني رز بلبن، خضار ممروش، يعني حاجات زي كده بسيطه، شوربه. لا يعني عندها دلوقتي مشكله في البلع؟ في البلع بس نتيجه التنظيف اللي الدكتور يعني زال الفطر من سقف الحلق، كان سقف الحلق فيه فطر والتجويف الانفي. لكن بدات دلوقتي تشوف بتشوف بشكل عام ولا عندها مشكله في الرؤيه؟ لا هي ما بتشوفش خالص بالعين الشمال، العين الشمال دي وقفت مش بتتحرك. يعني والدكتور قال لنا يعني الشريان اللي هو بيوصل الرؤيه للعين، الفطر اثر عليه. دي ملهاش علاج، ملهاش عمليه تتعمل، ملهاش اي اجراء يتعمل؟ هو بصراحه في حد انا اعرف دكتوره خارج مصر قالت لي عندهم بره في بيبقى علاج لحالات زي كده، بس انا ما اعرفش بصراحه، هي قالت كده. يعني يقدروا يعالجوا عينها اللي يعني اللي راحت. هو قالت كده هي دكتوره كدا. يعني هي قريبتي، يعني هي قريبتي مش حد غريب. نعم. فلكن يعني هي برضه دكتوره وشغاله في مستشفى هناك. طيب حضرتك النهارده بتقول لي الوالده خرجت المستشفى في البيت دلوقتي؟ هي موجوده في البيت. بتتكلم معاكوا كويس ولا لا؟ مش يعني بتتكلم، صوتها يعني تعبان شويه. تعبانه. عايشه على ايه طالما عندها مشاكل بلع؟ عايشه على ايه؟ محاليل ولا لا ولا اكل خفيف؟ اكل خفيف، رز بلبن، يعني مثلا كسر، شويه شوربه، خضار ونمر، يعني نمرسه كده، حاجات زي كده خفيفه يعني، زبادي. هل الكورونا جت للوالد ولا جت للوالده ولا الاثنين مع بعض؟ لا جت لماما الاول. ماما الاول. بس بابا يعني تعب بعدها على طول، يعني ما كملش كام يوم وتعب. بس انتوا الحمد لله كاسره كاولاد، يعني ما حدش فيكم اصيب؟ في حد اصيب منكم؟ لا نشكر ربنا يعني الحمد لله. احنا في التعامل انا واختي مع بابا وماما تقريبا احنا كنا تحت رجليهم،
وعملنا تحاليل واشعاعات نشكر ربنا ما فيش اي حاجه. بتاخدوا التطعيم عندكم في يوم ولا لا؟ لا بصراحه احنا ما خدناش عشان بالنسبه لسننا فسمعنا ما حدش قال لنا يعني ان احنا عشان احنا سننا صغير ما ينفعش. لا دلوقتي التطعيم لو قد ايه السن؟ انا 35 واختي الثانيه 30. لا حاولوا تقدموا لحد يعني حد يعني حاولوا تقدموا عشان لما يجي دوركم ان شاء الله يبقى مسجلين من بدري يبعتوا لكم. التطعيم مهم هيعمل حاجات كتير في بالنسبه لكورونا يعني. ماشي تمام. طيب هل الوالده محتاجه ايه النهارده ممكن نعمله لها او نساعد او نقف معاكم كلنا ازاي؟ هي ماما طلبها ان وزاره الصحه هي اللي تكمل علاجها لان بصراحه اقراص البوتاسيوم مش عارفين نوفرها والحقن بصراحه غاليه. هي ماما كانت بتاخد 5 حقن في اليوم على فكره بس دكتور سعيد خفض الجرعه خلاها جرعه واحده في اليوم. عشان ما تاثرش على الكلى او الكبد وكده يعني. نعم. فانتوا دلوقتي محتاجين العلاج يعني الصحه تتدخل لعلاج الوالده. هي ماما قالت لي كده. انا عايزه وزيره الصحه هي اللي تكمل العلاج بتاعها. نعم. واحده في اليوم حقنه واحده في اليوم. دي بتريحها البوتاسيوم. دي بتريحها يعني تهدي الدنيا عندها شويه. هي مش هتهدي هي دي الفان دي مضاده للفطريات ان الفطريات ما ترجعش مره ثانيه. بس مش عارفين المده قد ايه الدكتور هو اللي بيحدد وقال شهر شهرين ثلاثه على حسب بقى هو ما يحدد المده قد ايه. لكن حاجة بتقولي خلاص هم نظفوا كل الفطريات الفطر اللي كان موجود. تنظف. تنظف وانا حتى معايا عينه من الفطر. معاك عينه من الفطر؟ ايوه. صورتوها؟ انا صورتها معايا على الموبايل. والدكتور المعالج دكتور سعيد برضه معاه عينه. انتوا الدكتور قال لحضرتك انه في ناس ثانيه جات له بنفس حاله ماما عندها فطر اسود. انا شفت في حد يعني عينيه الاثنين كانوا مضروب يعني الفطر هيأثر عليهم. وفي ناس اتحسنت هو بيقول ان في ناس كتير يعني مش ماما بس. يعني واضح العمليه موجوده ويمكن موضوع الهند هو اللي فتح انه ما كانش حد عندنا بيتكلم على الفطر الاسود الا بعد ما ظهر في الهند. ممكن احنا يعني ما يعني اتفاجئنا ان احنا الفطر الاسود ده موجود اصلا في مصر هنا اتفاجئنا. اميره اولا بشكرك الحمد لله على سلامه ماما والبقاء لها في الوالد كمان وان شاء الله هنتابع معاك حاله ماما نشوف الصحه يقدروا يتعاملوا ازاي مع حالتها مع العلاج اللي هي عايزاه عشان كمان ربنا يعني ان شاء الله يعافيها كده ويعني تبقى موجوده معاك وتشوف بعينها اللي هي راحت بسبب فطر الاسود. زي ما بنتكلم كنا بنتكلم على بره دلوقتي بنتكلم على حقيقه موجوده جوه. طبعا الموضوع زي ما بنقول كده كورونا وما بعد كورونا تاثيرات كورونا والبعض طبعا ودايما بتيجي لي بعض الحالات في كورونا. طبعا احنا بنتكلم على واقعة موجودة في مصر واقعة حقيقية سيدة اصيبت بكورونا وبعد ما خفت باسبوع لقيت عينها راحت منها عندها مشكلة في البق عندها حاجات انف يعني عندها مشاكل ضخمة في الجزء ده كله صداع رهيب سنانها عندها مشاكل كتيرة راحوا بعد كده اكتشفوا انه فطر اسود عينها مش ما بتشوفش منها دلوقتي العين الشمال ما بتشوفش منها فبتشتغل دلوقتي على يعني بتقول لك ما بتعرفش تاكل اكل كويس طبعا تتمنى انه السيدة وزيرة الصحة يقدروا يشوفوا حالتها ويقدروا يساعدوها كمان دكتورة هلا زايد ولنا كمان دايما بنحييها على ادائها وعلى جهدها الكبير وكانت النهاردة يعني في مجلس وزراء بتتكلم على الجهود اللي بتقوم بها الدولة ووزارة الصحة فيما يتعلق باللقاحات وفيما يتعلق بعملية التطعيم والإشادة اللي بتتم وهيكون فاكسيرا هيكون المصنع الرئيسي لسينوفاك اللقاح الصيني هيكون فاكسيرا تابعة للوزارة هي المصنع لشركة سينوفاك في المنطقة الإفريقية يعني من خلال مصر نودي كل حاجة لإفريقيا. كلمت أيضا الوزيرة النهاردة على عملية التطعيم والإتاحة للمواطنين وإنه قالت إنه هيكون في مراكز كبيرة زي اللي موجود في أرض المعارض اللي هو بيطعم 10,000 حالة في اليوم هيكون في مختلف المحافظات أيضا
حالات يعني أعداد كثيرة، مراكز كثيرة بتتعمل، واتكلمت على إشادة تيادروس مدير منظمة الصحة العالمية بجهود مصر، انه كان في اجتماع اللي هو الاجتماع كنت بكلم حضراتكم عليه مع كافة دول العالم مسؤولي الصحة في دول العالم، وان مصر نجحت في القضاء على فيروس سي، واتكلم على العلاجات الموجودة، اتكلم على دور مصر في هذا الامر. كانت وزير النهاردة بتحدث في مجلس الوزراء عن ما تم فيه، اتكلمت على ايضا الدفعة الاولى اللي من المادة الخام اللي خاصة بسينوفاك الصيني، وبتقول ان احنا نصنع حوالي 2 مليون جرعة ايضا من اللقاحات، وانه في نص مليون كمان من سينوفارم اللي احنا بيكون النهاردة من اللقاحات اللي موجودة، ولقاح المعتمد من منظمة الصحة العالمية، واللقاح تقريبا اللي يعني مضاعفاته بسيطة ولكن نسبة تأثيره قوية جدا. يعني امبارح دكتورة مها طلعت كانت معانا مستشارة بمنظمة الصحة العالمية، واتكلمت على سينوفارم تحديدا، وقالت على فعاليته قد ايه، ويعني اشادت بهذا اللقاح من ضمن الاشادات بهذا اللقاح اللي هو موجود في مصر مع أسترازينيكا، ما دول اللقاحات اللي موجودة، ويكون كمان سبوتنيك الروسي. فحددت وزيرة المراكز هيكون عندنا 403 مركز على مستوى الجمهورية، هيطعموا 110,000 واحد في اليوم، وقالت انه تم افتتاح ايضا مراكز اخرى، وبنعمل دلوقتي عملية ايضا توفير كل اللوجستيات للجهات اللي بيتم ادراكهم في المنظومة مع كروت التطعيم ومع كافة القطاعات المختلفة. كلمت على انه كمان في اتاحة لتطعيم غير القادرين انهم يروحوا مراكز تطعيم، يعني لو حد عنده ظرف صحي معين وزارة الصحة موفرة النهاردة انهم يروحوا المكان المخصص اللي في بيته او كده يطعموه، لغير القادرين على الحركة، لغير القادرين انهم يروحوا يطعموا ويقفوا وقت ما ايا كان دقائق او ساعات في مراكز التطعيم حسب المركز وحسب الاعداد المترددة عليه وحسب كمان عدد اللي بيقوم بعمليات التطعيم، بيختلف من مكان لآخر. الوزير قالت النهاردة ان احنا عندنا النهاردة اتاحة ان احنا نعمل تطعيم للناس في بيوتهم، ولكن بيتكلموا الغير قادرين على الحركة، وفي رقم تليفون اتكلمت عليه الوزير اللي هو 15-335، لو اي حد لا يستطيع الحركة وعايز يحصل على التطعيم بيتكلم الرقم ده، وزارة الصحة بتوفر حد يروح له يقوم بعملية التطعيم، وايضا دي خدمة كويسة لانه في تعاون مع هيئة الاسعاف في هذا الشأن. كلمت على ايضا المسنين ومرضى الفشل الكلوي في المحافظات، والعربيات اللي هي وزارة الصحة مخصصاها في الاماكن الخاصة بصرف المعاشات انها تقوم ايضا بعملية التطعيم تسهيلا، يعني فرصة انه لو حد رايح مركز بريد او رايح مكان معين يصرف معاش يبقى فيه عربية من عربيات وزارة الصحة تتولى عملية التطعيم لأهلينا كمان، ودي من الخدمات اللي بتقوم بها الدولة من خلال وزارة الصحة، وجهد واضح في أيضا توفير اللقاحات للمواطنين. كلمت على التوسع في عملية التطعيم في مناطق الصناعية، وبنشوف النهاردة يعني أماكن وشركات بيعملوا عملية تطعيم. كلمت على المناطق الصناعية في السويس والشرقية والإسكندرية والجيزة والقليوبية، وده توسع، وكله ده بيتم من خلال وزارة الصحة، يعني ما في الشركة في تعاون مع الصحة بتبعت الناس بتوعها للمراكز اللي هي مناطق صناعية. عندنا منطقة صناعية كبيرة أو مناطق في السويس ومناطق في أكتوبر، مناطق في الشرقية، في العاشر من رمضان، اسكندرية، الجيزة، القليوبية، كل أماكن دي بيبقى فيها مراكز للتطعيم، فبتوفر أولا الناس بتشتغل في أماكنها مصنع عندهم مراكز خاصة بيهم بعملية التطعيم عشان يعني ما يروحوش الأماكن الأخرى، لا بتوفر لهم ده، وده كمان بيكون مسألة خدمية من جانب وزارة الصحة لدعم المواطنين والتسهيل عليهم، وإنك توفر اللقاح للمواطنين. دولة من الدول اللي هي يعني الأعداد لسه مش كتيرة، تجاوزنا يمكن الرقم 2.5 مليون تقريبا ولا 3 مليون، لكن لسه احنا محتاجين على شهر 9 القادم زي ما قال رئيس منظمة الصحة العالمية ومدير منظمة الصحة العالمية تيادروس
ومبارح كان دكتورة مها طلعت أيضا من المنظمة لما قال أنه العالم كله عايزين كل الدول تتم تطعيم 20% من عدد سكانها على سبتمبر الجاي، يعني نتكلم على 3 شهور من دلوقتي. هل إحنا خلال 3 شهور الجايين نقدر نطعم 20 مليون ولا لا؟ هو ده الكلام، هل نستطيع تطعيم 20 مليون مواطن خلال 3 شهور ولا لا؟ هو يعني ده لو تم هيكون أمر إيجابي، وعلى نهاية السنة نكون طعمنا يعني 5-6 مليون مثلا ولا لا؟ أقصد يعني 20-25-30 مليون، نقدر كمان نضيف 6-7-8 مليون، نصل ل 30 مليون مثلا. أرقام بقول لحضراتكم، لأنه في دول النهاردة وصلت لتطعيم 70% من عدد السكان، في دول عملت كده. احنا لسه الموضوع شغالين فيه، لكن مناطق صحيه، ويكون معانا لواء عمرو حنف محافظ البحر الاحمر نتكلم من ضمن المحافظات اللي حصل فيها تطعيم من المحافظات السياحيه، مش الفنادق بس، لا ده حتى وسعوا للمتعاملين او اللي هيتعامل معاهم السائح. سيادة المحافظ، اولا مساء الخير. اهلا مساء النور. اهلا وسهلا يا فندم. خلينا استعداداتنا ل طبعا السياحة التي ستعود إن شاء الله، النهاردة بنتكلم على ألمانيا، استعداداتنا إيه بشكل عام على السياحة؟ شوف حضرتك، يمكن احنا من بداية شهر مايو والحقيقة كانت الوتيرة سريعة جدا في عملية التطعيم زي ما حضرتك قلت لكافة المتعاملين مع السياحة، بمعنى مش فقط اللي عاملين في الفنادق ولكن البازارات أيضا، لأن دي تتعامل بشكل مباشر برضو مع السائح، والتعاملات اللي بتتم في المطار، سائقي يعني سيارات، سائقي سيارات السياحة أيضا، سائقي سيارات تاكسي. احنا يمكن وصلنا في معدل، احنا بدأنا يوم أنا فاكر 6-4، النهاردة احنا وصلنا لحوالي يمكن داخلين على 60,000 تم تطعيم. نعم كويس، فاحنا وسعنا الدايره، مش بس الفنادق، لا وحتى اللي هيتعامل، لانه السائح مش يقعد في الفندق، السائح ده هينزل يشتري ياكل يتعايش مع الناس يعني. ده جزء. الجزء الاخر حقيقتك، اصلا الوتيره سريعه ايضا بالنسبه للتطعيم بالنسبه للمواطنين، اللي هو طبقا ل يعني اللي محطوط يعني وزاره الصحه محدداهم الفئات، يعني محددها يعني يمكن وصلنا ايضا برضو لحوالي 10 أو 12 ألف يمكن في خلال اليومين دول، انا ما جاليش اخر احصائيه بالظبط، لكن لغايه اول امبارح احنا كنا تقريبا في حدود 10,000 أو 11,000. النهارده كان في لقاء مع السفير الالماني، ايه اللي تم وامتى عوده السياحه الالمانيه اللي هي بالنسبه لهم الغردقه اهم مقصد سياحه تقريبا في مصر؟ هو الحقيقه الراجل كان متفائل جدا، وقال لي انا متفائل للغايه. هم طعموا 40% من الشعب الألماني بالطعم. قال لي في حالة من التشوق من قبل المواطن الألماني، خاصة اللي هو معتاد ان هو يزور الغردقة باستمرار، ان هو يجي يزورها، وأيضا عدد كبير يعني من الناس، وان هي حتكون المقصد السياحي الرئيسي بالنسبة للألمان بمجرد ما يتم السماح ليهم. نعم. أيضا بالنسبة لل 40% اللي هو يعني كانوا يشيل ليهم اللي هم طعموا، يعني حيكون في لينا نصيب كبير منهم في السياحة خلال الفترة الوجيزة بقول الوجيزة القادمة. حددوا مواعيد ولا لسه مع بدء السماح؟ لا ما حددش الحقيقة مواعيد، ولكن هو النهاردة نزل وكان عنده عدة لقاءات مع عدد كبير من شركات السياحة المتعاملة مع الألمان. يعني عقد لقاء، يمكن هو بيعقد لقاء دلوقتي حاليا وأنا بكلم حضرتك. ايضا يمكن اتكلمنا في موضوع مهم، حضرتك عارف ان عدد المقيمين الالمان الموجودين في الغردقه بصفه مستديمه حوالي يمكن 20,000 يعني او يتجاوز هذا، وعندنا مدرسه المانيه، عندنا حاجات كتير جدا. هو مهتم او يعني بصدد التفكير في ان يكون في قنصليه المانيه مستديمه موجوده عندنا في الغردقه. دي خطوه كويسه كمان. دي يعني من ضمن الحاجات اللي لازم نخص سيادتك بيها يعني. هايل، يبقى بنتكلم على قنصلية، وارد يبقى عندنا قنصلية، او في تفكير حاليا يعني افتتاح قنصلية ألمانية في الغردقة.
هو التسجيل طبعا من عندهم يعني. من عندهم استقبالهم هم، وطبعا ده بياخد اجراءات. ما هو منسوب للسفير الالماني طبعا. بالظبط. نعم بالزبط. ليها اجراءات. لها اجراءات يعني. طيب سيادة المحافظ، لو انا بتكلم ايضا على يعني بتكلم مع حضرتك على وضع امنيا، شايفين ازاي الوضع عندنا في الغردقه او في مصر بشكل عام، لو كان نتكلم مع حضرتك في هذا الامر. والله بالنسبه للاجراءات الامنيه الحقيقه يعني كان في زياره يمكن من حوالي اقل من شهر، كان دوله رئيس مجلس الوزراء تشرفت بيه، والحقيقه هو كان حريص جدا على ان هو يتفقد يعني ما يتعلق بمطار الغردقه ومحيط مطار الغردقه والاجراءات الامنيه، والوضع الحمد لله يعني مطمئن للغايه. ايضا احنا يمكن يعني لم نشهد الحمد لله في الغردقه اي نوع من انواع الحوادث اللي هي اللي يعني المريبه يعني، او اللي هي في هذا الاتجاه. حتى يمكن قبل 2015 قبل موضوع الروس يعني، او قبل المساله بتاعه الروس، الحمد لله الامور مستقره. فاحنا باستمرار طبعا في تنسيق امني مستمر، وباستمرار يعني الحقيقه دايما انا على طول يعني يمكن ما بيعديش اسبوع لما على طول ببقى مع مساعد وزير الداخليه اللي هو سليمان شتا على طول في اجتماعات مستمره بالنسبه للتصفيات الامنيه. طيب سياده المحافظ، هل السياحه اللي عندنا النهارده منين اللي موجود عندنا؟ شوف هقول لحضرتك، احنا برضو من ضمن الاخبار اللي هقولها لحضرتك الجديده يمكن اللي هيزيد عندنا شويه خلال المرحله كمان اللي جايه، وده تم التعاقد عليه فعلا، السياحه الصربيه. احنا صربيا عندنا صربيا هيكون في 7 رحلات صربيه دي من دلوقتي لغايه شهر 9 يوميا. يوميا دي هتبقى شارتر. ودول بداوا، هيبقى في من عندنا احنا 5 رحلات من اير كايرو برضو يوميا، احتمال الخمسه يترفعوا لـ7 هيبقوا 14 رحله. يعني ده بالنسبه لصربيا. عندنا اوكرانيا شغاله كويس جدا، عندنا بولندا شغاله كويس جدا. يعني انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، ان احنا لما عملنا الحسبه كده سريعا لقينا ان احنا الحمد لله تجاوزنا اكتر من 50% من الوضع اللي احنا كنا فيه قبل كورونا. بالنسبه للاشغال يعني خلال الفتره دي. وده شيء مبشر يعني. كويس، بدايه كويسه. الحمد لله الحمد لله يا فندم. الروس لسه؟ الروس هم الروس حضرتك عارف ان الروسي ما بيجيش بشكل منفرد يعني. الروسي عاده بيجي من خلال زي ما بيقولوا تور اوبريتور او منظم للرحلات، لكن هم بعتوا الناس بتوعهم الكبار وقعدوا مع كبار المستثمرين هنا للتعاقد يعني. يعني هي المساله مساله بيتفقوا يعني، لكن ما فيش حاجه مؤجله او ما فيش حاجه متاخره على يعني مجرد اتفاقيات على عدد افواج او كلام زي كده، لكن الامور ماشيه، الامور ماشيه كويس يعني. يعني ماشيه في الاتجاه اللي هم قالوا عليه ماشيه. لا ماشيه تماما. بالنسبه لنا كمطارات وحتى برضه انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه، يمكن حد قال لي لكن انا مش متاكد المعلومه، ان هو الطيران الريجولر اشتغل مع مصر. يعني اشتغل مع القاهره. فلفت نظري النهارده، انا كنت راجع على الطريق الحقيقه، كنت راجع على الطريق البري، كنت راجع للقاهره النهارده، فلفت نظري فعلا عدد كبير جدا من اتوبيسات السياحه في اتجاه الغردقه، ودي روس يعني. هم جم عن طريق مطار القاهره وطالعين بري على اساس ان لسه ما فتحش الشارتر يعني. يعني بيجي على القاهره ويروح الغردقه او يروح شرم زي ما هو عايز يعني. ايوه. نعم. طيب احنا لما السائح ده بيوصل الغردقه، ايه الاجراء اللي انا بتعامل، اجراء الصحي والوقائي اللي انا بتعامل معاهم اول وصولهم؟ شوف حضرتك، هو اول ما بيفتح يعني مجرد ما على طول بيبتدي ينزل، اول حاجه بيخش، وده الحقيقه احنا المطار عندنا في الغردقه وفي شرم الشيخ ايضا تم تجهيز والحقيقه بشكل جيد جدا. اول حاجه طبعا بتتم عمليه قياسات على طول اوتوماتيك، قياسات درجه الحراره. حتى يعني لو هو مش لابس الكمامه بوضع سليم بيديله الارم يعني ده بدايه يعني. حتى الاجهزه اللي ركبت عندنا بيتم عملية الجوازات بشكل منظم جدا وبتباعد. بيخدم الجواز سفر بتاعه وبيبتدي يطلع. احنا بنعمل بقى عملية يمكن اضافية شوية، ان احنا بنعقم كمان الحقائب. يعني الحقائب دي بيتم عملية تعقيم لها قبل ما تخش على السير. بيستلم الحقيبة بتاعته، الاتوبيس نفسه بيبقى
عملوا الإجراءات بتاعته حتى في الجلوس وفي يعني عملية التباعد دي معمول حسابها من البداية وصولا إلى الفندق. الفندق بيبدأ الإجراء الآخر برضو أيضا الفنادق برضو إلى حد يعني إحنا لسه ملتزمين بالنسبة للموضوع يعني وبيبقى فيه إشراف بشكل مستمر على حتة التباعد وكيفية التعامل ويبقى فيه مثلا حفلات ويبقى فيه تزاحم ويبقى يعني حاجات من النوع ده يعني. حضرتك من شوية بتقول لي أنا كنت على الطريق وجاي أو راجع أيوة. راجع جاي من القاهرة ولا راجع من القاهرة؟ لا راجع من الغردقة للقاهرة. من الغردقة للقاهرة بالعربية؟ راجع بالعربية. ما عندكوش طيران؟ عندي طيران بس أنا برجع بالعربية. ليه يا فندم؟ عشان بمر يا فندم وانا راجع على راس غار يعني انا عندي مدينه في اتجاه العدسي يعني على مسافه 150 كيلو مني فانا بحب اشوف وانا راجع بشوف راس غارب واحب ابص على الزعفران يعني الاتجاه الشمالي بتاع المحافظه بدل الساعه بتقعد 4-5 ساعات في العربيه عشان تشوف اشوفهم ويشوفوني لا بجد والله حاجة بترجع عشان تشوف كمان المراكز او الناس بص اقول لحضرتك على حاجة انا وانا راجع براجع على الطريق دي مهمة جدا بالنسبة لي الطريق نفسه اذا كان في اي ملاحظات نسق على طول مع الطرق والكباري عندنا اذا كان في اي مشكلة او حاجة زي كده بحب اشوف برضو الاكمنة اخبارها ايه اللي موجودة على الطريق يعني هو نوع من انواع الاستطلاع برضو للشكل العام لان الطريق حيوي جدا الحاجه الثالثه في زي ما بقول لسيادتك في مدينتين يعني او يعني نقول الزعفرانه اصغر شويه لكن مدينه غارب احيانا كتير جدا يمكن اهالي جاي غارب نفسهم ما بيحسوش انا بخش اخد بس مجرد يعني مرور في الداخل وبعدين اكمل طريق على الزعفران فدي بقى يعني دي عادتي الحقيقه من ساعه لما توليت المحافظه انا نادرا ما نزلت بالطياره الا لظروف يعني لكن يعني. بتكتشف بصراحه حاجات بصراحه اي فندم اكتشفت حضرتك في الجولات اللي حضرتك بتعملها كده وانا بمر المرور ده تكتشف حاجات سلبيات في البدايه كان مع هقول لحضرتك على حاجه مع مرور الوقت هم عرفوا ان انا يعني بمر يعني برجع كتير عن طريق البري فالحقيقه انا بامانه يعني وده اشهد بيه بدا يبقى في تلافي العديد من السلبيات ويعني كان يمكن اهم هذه السلبيات كان في تجاوزات جامده جدا بتبقى في عارف حضرتك الحاجات اللي هي الخدمات اللي بتبقى على الطريق العشوائيه دي زي القراوي وزي صح المحلات الكاوتش اللي شكلها حتى مش مظبوط ويعني كلام من النوع دوت الحقيقه لا ما بقاش بقى الكلام دوت احنا شلنا الكلام ده خالص وحتى احنا مش مجرد ان احنا شلنا وخلاص احنا شلنا وعملناه بطريقه حضاريه يعني احنا يعني ظبطنا لهم الاداء بتاعهم يعني خليناهم يشتغلوا بس عملنا لهم حاجه كويسه عملنا لهم شكل حضاري يعني شكل حضاري في تنسيق ما يبقاش كل واحد بيعمل حاجه بمزاجه يعني بالظبط بالظبط كده فهو يمكن كان فتره في فترات في الماضي يعني ما يعني طبعا زي ما حضرتك بتقول الطياره 40 دقيقه ما والعربيه 4 ساعات يعني هو يعني طبعا مش هنقول بقى احنا مش يعني كلمه مشقه دي مش موجوده عندنا في القاموس بتاعنا صحيح لكن ده شغلنا ولازم نبص عليه ولازم يشعر الناس ان احنا موجودين او بتقعد دايما بلاقي سفرة كتير رايحين جايين على عند حضرتك واجتماعات يعني غير تنسيق ده ايضا ده بيبقى ما وراء ذلك مفيش حاجه ورا كده بس يعني هو احنا بنتكلم في السياحة يعني هنتكلم فيه بس يا استاذ احمد لا انا بتكلم على السياحة والله لا اقصد اي شيء غير السياحة ايوه لا هو بشوف هقول لحضرتك على حاجة يعني انا لا اصل بيبقى مهم كمان انه يجوا يشوفوا ينزلوا ويتمشوا ويشوفوا البلد يعني بص يا فندم احنا هقول لسيادتك يمكن انا يمكن سبق ويمكن قلت لحضرتك على الموضوع دوت احنا عندنا جالية أجنبية متنوعة مقيمة بشكل مستمر يتجاوز عددها 70,000 دول موجودين بشكل مستمر فكتير جدا من سواء القناصلة أو سواء السفرة بيبقوا حتى زياراتهم ليا للإطمئنان على أحوال الجالية بتاعتهم اللي موجودة هنا هوت
وده بيبقى تكليف عندهم دوري بانهم يشوفوا اوضاع جاليتهم ويعني كيفيه او اذا كان في اي مشاكل بالنسبه لهم نقدر ان احنا نساعد فيها ونتغلب عليها. كان في فعلا كم حاجه وحلناها يعني على مدار السنه اللي فاتت. فيمكن دوت ده احد الاسباب. السبب الاخر طبعا هو السياحه، لان معظم الدول دي هي الدول الرئيسيه اللي بيبقى وافدها السياحه منها لينا يعني. يعني هتلاقي معظم الناس اللي التقيت بيهم اللي كان التقينا طبعا مثلا الانصب الانجليزي والفرنساوي والايطالي يعني كل الكلام ده، لكن هتلاقي برضو في يمكن شرق اوروبا كان واخد يعني كان واخد برضو اهتمام في الـ في الـ في الفتره اللي فاتت. احنا على وعدنا بالمناسبه زياره البحر الاحمر ان شاء الله يا فندم سيادتك. انا بقول لحضرتك احنا قلنا يعني بعد اجازه العيد وبعد العيد والدنيا كده نيجي قبل بقى ايه دخول السياحه بجد ان شاء الله. لحضرتك في اي وقت تنورنا يا فندم. سيادة المحافظ بشكرك، سيادة اللواء عمرو حنفي بشكرك شكرا جزيلا جدا. الى مطروح والدكتور محمد علي وكيل وزارة الصحة، مساء الخير على حضرتك. مساء النور استاذ احمد. هل صحيح بنجهز غرف لعزل المصابين بالفطر الاسود؟ هل ده صحيح؟ مظبوط صحيح. مظبوط مظبوط. ليه يا فندم؟ جت لنا تعليمات بالاستعداد على أهوبة الاستعداد ان احنا لا قدر الله لو حد مصاب بكورونا اصيب بالفطر الاسود يبقى احنا عندنا مكان مخصص ليه. عباره عن ايه احنا بنتكلم ده اول مره يحصل عندنا مش كده؟ دي اول مره يحصل عندنا فعلا. نتيجه انه في اعداد كتير ولا نتيجه نستعد لا قدر الله؟ لانه كان معانا ابنه احدى المصابات بتكلمنا عن حاله عندهم في الفيوم. فحضرتك بتقول لي وارد ان الاعداد ممكن يبقى فيها عندنا اعداد. هو طبعا الفطر الاسود بيظهر في بعض المرضى نتيجه انخفاض المناعه عندهم واستخدام المضادات الحيويه والكورتيزونات بنسبه عاليه شويه. لما المناعه بتقل شويه عن حد معين بيبدا الفطر ينشط ويشتغل في بيئه كويسه، خصوصا مع مرضى السكري اللي بيستخدموا انسولين عاليا. دكتور هل عندنا هل مثلا اطباء بيبقوا عندهم تدريب مختلف عن التعامل الطبيعي؟ يعني هذا الفطر او هذا النوع من الفطريات له تعامل مختلف اتدربنا عليه؟ هو طبعا استاذ الفاضل، هو طبعا الفطر موجود من زمان من ازلي احنا عارفينه ودرسناه، لكن هو بينشط في الحالات اللي هي مناعتها بتضعف. وعشان طبعا مريض الكورونا اعتماد اساسي على الحاله المناعيه للجسم ومع الحجز في المستشفيات فتره طويله وان مرض السكر عنده مش مظبوط وان المضادات الحيويه والكورتيزونات بناخدها عشان تساعد ان الرئه تستعيد نشاطها، بالتالي بندي فرصه لمرض او للفطر زي ده انه ينشط. دكتور محمد، النجيله بس اللي هيكون فيها غرف عزل لفطر الاسود ولا على مستوى الجمهوريه هيكون هذا الامر؟ والله هو اظن على مستوى الجمهوريه، بس احنا يعني بدانا نخصص في مستشفى النجيله وبقيه باقي مستشفيات او اقسام العزل اللي في المحافظه تحسبا لوجود اي حاجه او لظهور اي. لا، مستشفى النجيله دلوقتي كلها هتبقى العزل لا قدر الله الفطر الاسود لا ولا لا جزء لا منها؟ لا 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 مش كلها. لا لا مش كلها. لا لا هنخصص غرفه ستاند باي للحالات اللي لا قدر الله اللي ممكن يظهر فيها الفطر الاسود. طيب هل حصل حالات كورونا خلال السنه أربع خمس شهور اللي فاتوا دول ان احنا عندنا فطر اسود اكتشفناه في مرضى ولا لا؟ حضرتك لا خالص. لا، على مدى الفتره الماضيه ديت من متابعه حالات عن قرب وعن بعد ما ظهرش نهائي الفطر دوت عندنا. لان انتوا اول مستشفى عزل اتعملت هي النجيله. مظبوط. مظبوط. فلما الاقي النجيله النهارده ممكن الناس تقلق ولا تاخد الموضوع انه بنستعد؟ يعني ده مجرد استعداد. لا، هو مجرد استعداد. ستاند باي. ستاند باي بحيث لا قدر الله لو حد من اهلينا او اخواتنا المصابين
حصل له مضاعفات او ظهر عنده الفطر الاسود يبقى احنا مكان جاهز. انما الحمد لله الى الان لسه ما ظهرش حاجه عندنا. طيب ايه الفارق ما بين لما جهزنا النجيله لعزل كورونا وبنجهز دلوقتي لعزل الفطر الاسود؟ ايه الفارق بين الاثنين؟ هل في حاجه مختلفه في اجراءات العزل او في تجهيزات العزل؟ لا نهائي. نهائي نفس الامكانيات بنفس المستويات بنفس الاطقم الطبيه. الفرق بس ان هو عشان ما يبقاش يعني الناس اللي جنبه بيبصوا له او مسكين النظر او شادد النظر ان في حاله فطر اسود جنبنا او بتاع فبنعزلها ونبدا نتعامل معاها. اكيد هي الوزاره هتنزل لنا بروتوكول معين للتعامل مع الحالات ديت ولسه ما نزلش. هل بداتوا امتى الاجراءات دي تاخدوها؟ النهارده. هل حصل تدريب على ده من خلال الوزاره او جهات معنيه؟ حصل التجهيز تدريب. انا لسه بقول لك ان الفطر اصلا ازلي موجود من طبيعي عارفينه. التعامل معه بس هيبقى من خلال مرضى الكورونا ليه بروتوكول معين اكيد لسه ما نزلناش يعني. دكتور محمد لانه الناس النهارده واضح ان كورونا بقى ليها تاثير كبير او يعني بصاب كورونا ناس كتير منهم او يعني مش عايز اقول احصائيه انا مش دكتور ولكن حاجه تقول لنا هل الاعراض الجانبيه وتاثيرات الجانبيه ما بعد شفاء كورونا بتبقى كتيره ولا قليله ولا متوسطه؟ والله بص حضرتك هي مختلفه. يعني انا ممكن تجي لي كورونا واقعد اتعالج منها شهر ويجي لي مضاعفات ما بعد كورونا اقعد اتعالج منها 6 شهور. وزميل ليا جنبي تجي له كورونا يتعالج منها 2 او شهر ونص اكتر مني وتجي له ما بعد كورونا او اعراض ما بعد كورونا شهر. بتختلف على حسب مناعه الجسم والسن وهل كان في امراض مزمنه ولا لا، هل كان في حساسيه في الجسم ولا لا، هل كان في الرئه فيها مدخن او لا، حاجات من فيها عده عوامل كتير قوي بيتوقف عليها البوست اللي هو مضاعفات ما بعد الكورونا هتقعد معانا قد ايه. اكتر هل في حالات خرجت ورجعت لكم تاني؟ كتير في نسبه اتصاب بالفيروس وتم شفائه نهائي وحصل له ريلابس تاني او اصابه جديده بعد فتره ورجع تاني. النسبه قد ايه؟ حاجه تاني النسبه؟ لا هو نسبه انا مش فاكر نسبه قد ايه بس هي فيها في اعداد في ناس اتصابت اكثر من مره واتحجزت في المستشفى اكثر من مره والحمد لله خفوا المرض دي كلها. ده نتيجه لايه؟ يعني المرة تانية رغم خد العلاج وقال لك اللي بياخد كورونا يعني دلوقتي بنتكلم على حقائق هو قدامنا ان اللي اصيب رجع له تاني ودخل مستشفى تاني. هو طبعا الانسان لما بيتصاب الجسم بيكون اجسام مضادة والجهاز المناعي بيشتغل. نعم. لما بيتصاب تاني طبعا حضرتك عارف ان الفيروس اخد مراحل امواج موجة اولى وموجة ثانيه وموجة ثالثه. والفيروس نفسه بيغير في شكله وبيغير في اعراضه ومضاعفاته. بنقولها بيتحور ولا التغير؟ بيتحور. التحور ده بيخلي الفيروس الاولاني غير الثاني. يعني انا زي الانفلونزا ان انا ممكن اتصاب مره النهارده بانفلونزا نوع معين وبعد اسبوع هو صار بالانفلونزا برضه بس نوع تاني مش نفس النوع الاولاني اللي اتصبت بيه لان جسمي عمل مناعه من النوع الاولاني. هنقدر نقول الكورونا زيها. التاني بيبقى اخطر، التحور ده بيبقى اكتر قوه او اكثر تاثيرا على المصاب. هو الطبيعي ان كل تحور بيبقى اضعف من الاولاني، اضعف مش اكتر قوه. ده الطبيعي الا ان احنا شايفين في الفيروس مشكله ان كل تحور ليه بيبقى اعنف واشد خطوره من اللي قبليه. يعني الحالات اللي جات الموجه الاولى او خفت من الموجه الاولى رجعت كانت اكثر يعني تعبانه اكتر. بالظبط. خدوا فتره علاج اطول؟ طبعا. لو انا بتكلم على الاولى قد ايه والثانيه قد ايه الفارق؟
برضه هي هو في فرق، بس هو بيتوقف في المره الاولى وفي المره الثانيه على مناعه الجسم ومدى بنيانه الجسدي. هل جسمي قوي بيتحمل مقاومه الفيروس، ولا انا ضعيف وهش وما عنديش مناعه ان انا مش قادر اتحمل مضاعفات الفيروس. دكتور محمد علي وكيل الصحة بمحافظة مطروح، بشكرك شكرا جزيلا. نتكلم على الأول مرة، يعني زي ما قالين دكتور محمد بيتم إنشاء غرف لعزل أي حد يصاب فطر أسود استعدادا، تاني برضو عشان يبقى الأمور واضحة، بناخد إجراء استباقي، يعني ده احتياطي أو ده حاجة إجرائية مبكرة. لو في ناس بتصاب بفطر الأسد وعندنا حالات، وكان معنا بنت إحدى المصابات في محافظة البيوم أصيبت بكورونا ثم فطر أسود وحالتها يعني ربنا يشفيها، فبنتكلم على حالة أو كذا أو كذا أيا كان، محدش عارف أعداد ولا كذا، ولكن مبكرا تستعد زي ما كانت في ووهان كده في الصين وكان لسه ما فيش انتشار، الدولة استعدت جهزت مستشفى النجيلة اللي هي النهاردة بتجهز، يبقى عندهم غرفة عزل من يصاب بفطر أسود، فبنجهز ده مبكرا، استعدينا بالنجيلة وبعد كده عملنا كل مستشفيات مصر. فده إجراء زي ما بقول لحضراتكم ما يقلقنيش، لا ده يقول لي إنه البلد بتستعد، جايز يكون في أعداد بعد كده ممكن، وجايز ما يبقاش فيه، أنت تاخد إجراءاتك الاحترازية وإجراءاتك مبكرا عشان لو فيه بتعزله عن المصاب بكورونا، عشان زي ما بقول كده انه بيبقى ليه ظروف معينه، حاجات معينه، عينه مثلا مشكل، يعني بيبقى زي ما حضراتكم عارفين التاثيرات اللي الناس عمالين يتكلموا عليهم خلال الفتره الاخيره. هنطلع فاصل ثم اعود لحضراتكم. برجع مع حضراتكم في الجزء الأخير من هذه الحلقة، حلقة نهاية الأسبوع. الداخلية من كام يوم كده عاملين جولة في منطقة سجون المنيا، دايما كنا نقول طرة برج العرب اسكندرية مش عارف فين أبو زعبة، يعني الحاجات كده، نروح وادي النطرون القناطر، لا النهاردة المنيا. وعايز أقول لكم منطقة سجون المنيا اللي زي ما هنشوف خدوا مجموعة مراسلين عرب أجانب، وكالات أنباء، صحف، مواقع مصرية عربية دولية موجودين، مديري مراسلين أجانب موجودين عشان نتفقد هنا، عارفين ده التطعيم، يعني هنا تطعيم السجناء. وقف هنا يوسف لو سمحت، ارجع معلش، ارجع لو سمحت، ارجع معلش، ارجع، أيوة ارجع شوية 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 شوية، هنا تطعيم. عايز اقول لحضراتكم المشهد اللي قدامك ده تطعيم السجناء. انتوا عارفين من الاسبوع الماضي او اللي قبله تنسيق ما بين الداخليه والصحه عشان تطعيم السجناء، يبقى انت كمان السجين اهو اللي قاعد في السجن، ده حقه، ده حق الانسان. النهارده بلينكن في العمان بيسالوه على حق الانسان وحقوق الانسان، فانا بقول لهم والله، وعلى فكره بالمناسبه الراجل، وانا بتكلم بشكل واضح، وزير الخارجية الأمريكي سألوه عن حقوق الإنسان في مصر، كان أول سؤال، أنت قابلت الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة ملف حقوق الإنسان عملت إيه؟ فأنا بقول له أدي ملف حقوق الإنسان في مصر، إن أنا بطعم السجين لأنه ده حقه وهو داخل السجن، إن الدولة تروح له وتطعمه. من كم دولة في العالم، أنا بقول رأي على الهوى، كم دولة في العالم طعمت السجناء زي مصر؟ امريكا ترد او اوروبا ترد او الاتحاد الاوروبي يرد او اي حد في العالم يرد يقول رقم مين الدول اللي طعمت السجناء داخل السجون بتاعتها. مصر النهاردة دولة من الدول اللي بدأت التطعيم في السجون، في دول مش قادرة تطعم شعبها، يعني دول ما طعمتش ولا مواطن عندها، مصر النهاردة بتطعم مواطنيها وبتطعم الموجود في السجن كمان، لانه مواطن له حق، مش معنى انه في السجن ما طعموش، لا ياخد حقه زي اللي بره. وعاملين خطه لتطعيم السجناء في السجون المصريه اهو، انا بوريك النهارده التطعيم داخل سجن المنيا تاني، فعشان نبقى عارفين الحكايه. ف وزير الخارجيه الامريكي وبصراحه بلينكن رد على الاسئله النهارده الخاصه بالشان المصري، قال لهم يعني يا جماعه
احنا انا عملت مباحثات فعلا مطولة مع الرئيس وكان من ضمنها ملف حقوق الانسان وقال ان احنا يعني بنتحدث مع مصر وقال يعني انه احنا مسألة دي محتاجة يعني في كلام وفيها امور كثيرة وتحدثنا مع الرئيس في هذا الامر وكان بصراحة بيرد رد دبلوماسي محترم. انا مواطن بحب بلدي لما سئل من مراسلين الاجانب اللي هم ده بيدوروا على الشأن الداخلي المصري مش شايفين حرب في غزة وعدوان وناس ماتت ومشردين بالآلاف والدنيا مقلوبة وجاي يكلموا على حقوق الإنسان في مصر وهو قاعد في مؤتمر صحفي في عمان، يعني شغلاء مصر مش شغلوا الناس اللي ماتوا والضحايا والآلاف مش شغلوا الموضوع ده، شغلوا مصر. تاني بقول لك فرد الراجل وزير الخارجية الأمريكي بصراحة وأنا لازم أحييه لأنه كان رد دبلوماسي بيعبر أيضا عن حجم الزيارة، والراجل قال اتكلمنا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وملف بيننا وبين مصر، الراجل لا قال كده ولا كده، بصراحة كان كلامه محدد وكلام دبلوماسي وكلام بواضح اللقاء والشراكة المصرية الأمريكية كانت في رده على سؤالين يتعلق بحقوق الإنسان في مصر وهو في عمان، مش هما في عمان كانوا مهتمين قوي بالموضوع، فبقول لهم فرجوا يعني اللي سأل واللي بيفكر اتفضل ادي حق الإنسان في مصر اللي انت بتتكلم عليه. فوزارة الداخلية عاملة جولة طويلة مراسلين بالمناسبة يعني أعداد كبيرة أكتر 180-170 واحد، أكتر 180 يمكن مراسلين أجانب بيمثلوا صحف وإعلام دولي زاروا السجون المصرية. الزيارة دي وزيارات أخرى وزيارات كانت معانا، يعني رحت معاهم كذا مرة ورحنا مع بعض كذا مرة، ودي زيارة من الزيارات المهمة النهاردة في 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 المنيا، وفد سجون بيتفقدوا، شافوا عملية تطعيم، عملية علاج، شافوا التفقد السجون. خلي بالك انت مش يعني لا تجمل السجون، ما حدش بيجمل سجن، السجن هو سجن، ما هو مكان العقاب، هو انت بتعمله مكان ليه ان شاء الله رايح بعمل لا بس على الاقل تراعي حق السجين، هو انسان بتراعي حقه. تعالوا نتابع هذه الزيارة المهمة لسجن ترى مع وفد كبير من وسائل الإعلام الدولية والمحلية وبعض منظمات المجتمع المدني. زيارة منطقة سجون المنيا الجديدة هي الزيارة السادسة في سلسلة الزيارات التي نظمتها وزارة الداخلية لوسائل الإعلام الدولية والمحلية والحقوقيين خلال الفترة الماضية، والتي تفردت بها مصر دون غيرها من دول العالم حتى يعرف الجميع ما يقدم للنزلاء من رعاية وما يعد لهم من برامج إصلاح. المستشفى قصدها الوفد خلال الزيارة وشاهد تلقي النزلاء لجرعات التطعيم ضد فيروس كورونا، حيث تستهدف وزارة الداخلية تطعيم جميع النزلاء خلال فترة وجيزة بعد توفير اللقاحات لهم. كل مسجون الجرعة الأولى بتاعته خدها ومنتظرين بعد 21 يوم نديله الجرعة الثانية محفوظ اسمه في سجلات عشان يبقى طعامنا المكان كله حفاظا على كل الاشخاص اللي شغالين فيه والنزلاء. فجيت في المستشفى اني لقيت فيه اجهزه ما يعني ممكن فيكم مستشفيات بره ما شفتهاش، حتى مستشفيات خاصه. لقيت المساجين كلهم بصراحه في راحه نفسيه حتى في العلاج، تعامل الدكاتره معاهم بيتعاملوا معاهم بشكل لطيف، حسيت بصراحه بان في اهتمام بالمريض على انه مريض مش على انه مسجون. بنختتم الزيارات للمراسلين الاجانب يتفقدوا فيها كافه الاحوال في سجون مصر. احنا بلغنا لغاية دلوقتي في 6 زيارات اكتر من 198 مراسل اجنبي. قيام مصر يعني بدعوة المراسلين الاجانب لزيارة هذه السجون انما يثبت ان هذه الدولة واثقة من نفسها
وما وكل المؤسسات أو المصالح الموجودة فيها وخاصة السجون. تنفرد منطقة سجون المنيا بمستشفى عالية التجهيز تلبي احتياجات النزيل الصحية والطبية، فيها عيادات متنوعة ومعمل للتحاليل وغرفة لإجراء العمليات الجراحية، ملحق بها غرفة إفاقة. وللوقوف على أوجه الرعاية المقدمة للنزلاء وسبل التأهيل، شاهد الوفد المطبخ والمكتبة وجانب من الندوات الدينية المقامة للنزلاء وورش النجارة التي يتم فيها تأهيلهم، إضافة إلى هوايات عدة يتمتع بها النزلاء وتحرص وزارة الداخلية على تنميتها لديهم. بصراحة حاجة جميلة جدا أنا صورتها كلها، لأنه في شغل يدوي، أعمال يدوية جميلة جدا، فكل حاجة ما شاء الله عليها، يعني كله في اهتمام وفي تنظيم ما شاء الله. السجون أصبحت بمثابة كتاب مكشوف للكل، ومفيش حاجة وزارة الداخلية بتخفيها، ولكن في تطور كبير لقطاع السجون. النهاردة احنا كلنا بنلمسه، والمساجين النهاردة أكدوا على ده، أكدوا على حسن المعاملة. حوارات ونقاشات دارت بين المراسلين والصحفيين والحقوقيين من جانب، والنزلاء من جانب آخر، حول أوضاعهم وأحوالهم داخل السجون. كان في سهولة جدا أن أنا أتحاور مع أي نزيل عن حالته الصحية، بيعمل أشعة إيه، بيعمل عملية إيه. معنا في كل زيارة مراسلين أجانب من مختلف الدول، الجميع بيجري لقاءاته مع السجناء بمنتهى الحرية، الحديث بلا أي قيود، وده بيأكد أن فعلا وزارة الداخلية ما عندهاش حاجة تخاف منها، ده من جانب. ومن جانب آخر بيضحد الحملات الممنهجة اللي بتحاك من قبل القنوات المعادية برة، مش لوزارة الداخلية فقط ولكن للدولة المصرية ككل. زيارات تؤكد على اعتماد وزارة الداخلية مبدأ المكاشفة والمصارحة والانفتاح الكامل على كافة وسائل الإعلام محليا وإقليميا ودوليا فيما يتعلق بأوضاع السجناء، لغلق الباب أمام الأقاويل والأكاذيب وحملات التشكيك حول حقيقة الأوضاع داخل السجون المصرية. نشكر حضراتكم شكرا جزيلا، نشوفكم السبت إن شاء الله، تصبحوا على ألف خير.